واقفين وجاهزين كلنا الليلة تراجينا نقول زد رصيدك منبع للمبدعين زد رصيدك منبع للمبدعين ومن ينادينا من ينادينا من ينادينا ترانا حاضرين رصيدك جاي يعيد الذكريات مرحبا واليوم زاد الشوق فينا تاج عز ومجد وفخر وامنيات ابتدينا ما انتهينا ما انتهينا ابتدينا ما انتهينا ما انتهينا زيد 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 رصيدك زيد 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 رصيدك يلا 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 زيد رصيدك يلا 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 زيد رصيدك والرصيد انزاد هذا كسب دين اللي فايل قوجيه مسفرات يا هلا وهلا الهلا باللي يجينا يا هلا وهلا الهلا باللي يجينا يا هلا يا هلا يا هلا باللي يجينا يا هلا يا هلا يا هلا باللي يجينا زد رصيدك زد رصيدك زد رصيدك زد رصيدك زد رصيدك زد رصيدك زد رصيدك
تكفيه الصفات كل دام يرفع الإبداع فينا كل دام يرفع الإبداع فينا زيد 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 تدرى صيدك زيد 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 تدرى صيدك يلا 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 تدرى صيدك يلا 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 تدرى صيدك 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 جاي يعيد الذكريات مرحبا واليوم زاد الشوق فينا تاج عز ومجد فخر وامنيات ابتدينا ما انتهينا ما انتهينا ابتدينا ما انتهينا ما انتهينا زيد 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 تدرى صيدك يلا يلا زد راصيدك يلا 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 زد راصيدك كل يوم نعيش فاقنا حياة والرصيد انزاد هذا كسب دين اللي فايلقى وجيه المسفرات يا هلا وهلا الهلا باللي يجينا يا هلا وهلا الهلا باللي يجينا يا هلا يا هلا يا هلا باللي يجينا يا هلا يا هلا يا هلا هات يا جمهور يد اليوم هات من وفى الجمهور والله مرتوينا انت نجم ما تكفيه الصفات كل دام يرفع الإبداع فينا كل دام يرفع الإبداع فينا زيد 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 تدرى صيدك زيد 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 تدرى صيدك يلا 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 تدرى صيدك زد راصيدك زد راصيدك زد راصيدك زد راصيدك زد راصيدك جاي يعيد الذكريات مرحبا واليوم زاد الشوق فينا تاج عز ومجد فخر وامنيات ابتدينا ما انتهينا ما انتهينا ابتدينا ما انتهينا ما انتهينا زيد 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 زد راصيدك زيد 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 زد راصيدك يلا 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 زد راصيدك يلا 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 زد راصيدك كل يوم بنعيش فاقنا حياة والرصيد انزاد هذا كسب دين اللي فايلقى وجيه المسفرات يا هلا وهلا الهلا باللي يجينا يا هلا وهلا الهلا باللي هات يا جمهور يد اللوم هات من وفى الجمهور والله مرتوينا انت نجم ما تكفيه الصفات كل دام يرفع الإبداع فينا كل دام يرفع الإبداع فينا زيد 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 تدرى صيدك زيد 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 تدرى صيدك يلا 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 تدرى صيدك يلا 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 تدرى صيدك 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 جاي يعيد الذكريات مرحبا واليوم زاد الشوق فينا تاج عز ومجد فخر وامنيات ابتدينا ما انتهينا ما انتهينا ابتدينا ما انتهينا ما انتهينا زيد 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 تدرى صيدك زيد 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 تدرى صيدك يلا 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 تدرى صيدك يلا 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 تدرى صيدك كل يوم نعيش
وقنا حياة والرصيد انزاد هذا كسب دين اللي فايلقى وجيه المسفرات يا هلا وهلا الهلا باللي يجينا يا هلا وهلا الهلا باللي يجينا يا هلا يا هلا يا هلا باللي يجينا يا هلا يا هلا يا هلا باللي يجينا زد رصيدك زد رصيدك زد رصيدك هات يا جمهور يد اللوم هات من وفى الجمهور والله مرتوين انت نجم ما تكفيه الصفات كل دام يرفع الابداع فينا كل دام يرفع الابداع فينا زيد 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 تقرا صيدك زيد 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 تقرا صيدك ترانا حاضرين سامعين وشايفين وجاهزين رصيدك منبع للمبدعين زد رصيدك منبع للمبدعين ومن ينادينا من ينادينا من ينادينا ترانا حاضرين قطع قطع جالس اقطع من بعد الفجر انا قاعد ابكي قطع 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 ابو علي مرحبا يلا حيه ما عرفتك من الدموع ما شاء الله يلا حيه قطع قطع مساك شلونك عساك طيب من انت عسى ما شر من انت عبد الله المسعودي متسابق شاركت في جذر صيدك ما ايش قاعد تسوي ذا الحين دخلت المطبخ بدينا الله حيك اول فقره انت مشارك في رصيدك باذن الله ان شاء الله وسجلوا معي اخوياي ما شاء الله قدمهم قدمهم موجودين كيف حالك طيب والله بخير علومك كيف صحه طيب عساك بخير بخير ان شاء الله انا ما عاد اركز من اليوم قاعد ابكي تبكي من البصل اعدى من البصل وتقول قطع بعد لا الله يهديك ابو علي حياك الله يا عبد الرحمن تفضل يا احمد تفضل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام ورحمه الله وبركاته الله بالخير يا شباب بالنور يا هلا وسهلا مرحبا تجاهاو وجاو احمد البدري ولايتز شاتا الابو وخيرونشين سانجا بدايه زي زد رصيدك تيمو تونغوا ميتي وان تشان ودا شونشين اي هاف ذا اونر تو بارتيسيبيت ان بدايه شانل زد رصيدك سيزون 8 لوكينج فورورد تو كومبليت ماي امبيشن through the media. أنا سعيد بمشاركتي في قناة بداية آمل في تحقيق أهدافي وطموحي من خلال نافذة الإعلام معكم أحمد البدري يا هلا وسهلا يا هلا ومرحبا يلا حيا يا هلا يا هلا حياك الله هلا وسهلا مساك الله بالخير هلا وسهلا حياك الله يا مرحبا تفضل أشكرك يا عزيزي قبل ما تمشي معلش سمي يا بعد كلمة رياليتي رياليتي أبى أقولها لك بس ركز معي زين ها شين شو شين شو حبة 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 برافو برافو يا مرحبا اللي بعد تفضل اللي بعده تفضل تفضل
وش الفخامة؟ وش هالزين؟ انت بدر مطرفي؟ عبد الله مسعودي! مرحبا. انت اللي ابوك جلدك والطايف وذا؟ الى الان ابكي من الجلده ذيك والحين مع البصل. بس قسم بالله فخامه، مو عين جديده والامور طيبه. انك ما تعودت انت على كذا اصلا. انا استحي نطلب شكشوك في المطبخ ذا، جد والله يا عبد الله. انت متسابق؟ انت ما ادري كيف قبلوك اصلا. بتوفيق الله. دعوه امك يا رجل. لي 4 ايام نايم جاي هنا، ما ابي افوت دقيقه واحده. انت متسابق؟ احنا متسابقين. واللي جنبك الحلم ولا وشو؟ هذا ما عرفت منه. منو؟ هذا ابو علي. أوه اللي قبل المتين القديم ذاك. ايه يا هلا وسهلا. ما شاء الله كبر الصالح. حياك الله. ما شاء الله تبارك الله. هلا والله رجيم حركات. الحمد لله. الرياضه الله يوفقك. الزيات وترك الدهون. وش عندك انت مطبخ؟ تعال تعال بخت سؤالك على المباغيط انت يا اخوي. نزل وتعال بيك. تعال تعال نزل نزل يا اخي، من زمان ليتك جيت. نزل نزل الله يرحم والدك. نزل قطع بصل يا غالي. نزل قطع بصل. تعال الله يرحم والدينك. تعال حي الله ابو عابد. قطع بصل يا اخوي، من بعد الفجر انا قطع بصل قاعد ابكي. هلا امشي 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 ولا امشي 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 مالي بوكيه. بدر حياك الله. الله يبقيك يا قلبي. يا هلا وسهلا. الله يسعدك. تفضل يا بدر. يا ابوي حياك الله. الله يسعدك. يا هلا وسهلا. الله يكرمك والله. حياك الله حبيبي. الله يحفظك. اول هديه تجيني في حياتي. هلا والله ابو عابد. اللي بعده. هلا والله يا قلبي. اجل نحن الحجاز ونحن نجدو، هنا مجد لنا وهناك مجد، ونحن جزيرة العرب افتداها ويفديها غطارفة وأسد، ونحن شمالنا كبر أشم، ونحن جنوبنا كبر أشد، ونحن عسير مطلبها عسير، ودون جبالها برق ورعد، ونحن الساحل الشرقي، ونحن الساحل الشرقي بحر وأصداف وأسياف وحشد. هنا سلمان، هنا سلمان رمزا ومحمد، وليا عاهد العلياء عهد، أدرنا الأرض أزمنة توالى، فلا قبل لنا فيها وبعد. أخوكم خالد العنزي، فخامة الاسم تكفي. نعم ابو خلود. حياك الله. اهلا وسهلا. حياك الله يا خالد. يا مرحبا. حياك الله. اهلا وسهلا. سمت اخوي انا مشتاق للطبخه. حياك الله. يا عصف وش تسوي؟ جايب لي بطانيه. انا ذلك الولد الذي دنياه كانت هاهنا، انا من مياهك قطره فاضت جداول من سنا، انا من ترابك ذرة ما جت مواكب من منى، أنا ما جت مواكب من منى، أنا من طيورك بلبل غنى بمجدك فاغتنى، حمل الطلاقة والبشاشة من ربوعك للدنا، كم عانقت روحي رباك وصفقت في المنحنى، وطني يا رب المجد أنا هاوي لك حتى السماء. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير. مساكم الله بالخير جميع. اخوكم زياد بن عبد الله الاحمري. ابد جينا نعين ونعاون ونقدم باذن الله ماده جميله، وكلنا معا للخير نسعى، ثم ارحبوا ترحيبه من ثقلها ما قدر يشتلها المندوب. سلامتكم. يا هلا وسهلا. مساك الله بالنور ابو علي. كيف الحال؟ يا مرحبا. طيبين. الله يسعدك ويبارك فيك. اللهم امين. سلمت. الله يسعدك. طيبين. الله يبقيك. الله يسعدك. والدح سجل دخولي، ما كنا الا ربعي حولي، ما كنا الا ربعي حولي، ما دام الربعي صفولي، خلوا الباقي عليا، خلوا الباقي عليا. هلا هلا به يا هلا، لا يا حليفي يا ولد، لا يا حليفي يا ولد. وصل احلامك على ارض النجاح. نجاح. خل شعورك بالسعاده يحتويك. تويك. من البدايه للنهايه فالحياه لا تضايق. الله يرضى لي عليك. الله يسامحك. اسال الله سبحانه وتعالى صاحب دنك ابعد وجهين. اسال الله سبحانه وتعالى انه يجملنا بعيونكم وبعيون كل طيب
فوق ما انتم مجملين. واسال الله سبحانه وتعالى انه يقدرنا على اننا نقدم شيء يليق بذائقتكم الجميله. اخوكم زيد بن محمد الهزاعي. ونعم حياك الله يا محمد. اهلا وسهلا. هلا وسهلا. يلا يا مرحبا. حياك الله. والله ان زاد وزني سبنت. يحلك الله ان شاء الله انك تخس عندي. يا هلا وسهلا. تفضل. الله يسعدك. حياك الله. تهدي نفسك لنا. يا هلا وسهلا. شكرا. حياك الله. الله يسعدك. السلام عليكم. يا مرحبا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. دار لها عشقي وتجري في دمي، يا حائل المجد التليد سلام. تلك الجبال أحبها وتحبني، تلك النفوس وطبعها الإكرام. كل التفاصيل التي في داخلي، للشعر يكفي أو يجود كلام. أخوكم سعد الشمبري. هلا عبد الله. حيا. هلا وسهلا. هلا. يا مرحبا. وش هذا؟ الورد نهديه للورد. يا حبيبي. ويا هلا وسهلا فيك. حياك الله. شلحت لك الحلوة ورد. بعد شوي تذوب. حياك الله. يا هلا وسهلا. مرحبا. حياك الله. تفضل. شلونك؟ سلام الله على حكمان ورايا دلت ابن سعود عون المستعيد في دار سلمان ومحمد سعدها. ويا سلام الله على شاشة بداية من بار الجمهور والمتميزين اجتمعنا وعدها. يا سلام الله على حكم ورايا دولة ابن سعود عون المستعيد في درى سلمان ومحمد سعدها. ويا سلام الله على شاشة بداية منبر الإبداع والمتميزين اجتمعنا وانطلقنا في وعدها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم سعيد بن مبارك بن درعان. نسأل الله لنا ولكم القبول. يلا سلم على أبو علي. أرحب. يلا السلام عليكم. مرحبا. كيف الحال؟ طيبين. بالتوفيق ان شاء الله. العده كامله. ما يحتاج. انت مستعد؟ اجيب فناجيل. ما يحتاج. سكاكين. انت مستعد؟ ملاعب. مستعد بس؟ مستعد. تفضل. السلام عليكم. اهديناك ورد اليوم. بيض الله. اول مره يجيني ورد. دايم ريحان. سلام تسليمة الوافي على الوافي من منبر العزة واحلامي لها سرية. أفخر بكل العرب من كل الأطراف. أفخر بكل العرب من كل الأطراف. أفخر بكل العرب من كل الأطراف. ودون الوطن ما لنا بيعها ولا شرية. وأنا هنا واحتمي قولي وميقافي. وأنا هنا ما عليكم زود. وأنا هنا احتمي قولي وميقافي. ومعي رجال الفعل الطيبة محترية شاعر ومنشد وعندي علوم وسنافي. بالله ما استاهل اني ادخل قريه. اخوكم ناصر الرزين. حياك الله ناصر. ما عليك. حياك الله. تعطيني ورد؟ الله يكرمك. ابهدي لك ورد. شكرا لانك انت الورد كله. يا هلا وسهلا. الله يسعدك. حياك الله. بالتوفيق ان شاء الله. تفضل حبيبي. شكرا. جزاكم الله خير. سهلا. الله يطول عمرك. وعلي. السلام عليكم. حملت في صدري همه ورأيت الأعلام مرفوعة للقمة فسعيت مع السرب جمة ففي العلياء كل يخلد اسمه. هلا والله أنا سليمان الزيد جيت أعطيكم واقعيتي وحتى أخذ واقعيتكم اللذيذة. أحبكم. هلا وسهلا. حيا الله يا زيد. يا مرحبا. هلا وسهلا. يلا حيا. من بساتينك عطني ريحانه. بعطيك. يعطيك العافيه. يا هلا وسهلا. شكرا لك. الورد مهدي. الله يعطيك العافيه. حياك الله حبيبي. الله يخليك. يا هلا والله. بالتوفيق ان شاء الله. الله يوفق الجميع. مرحبا بك مليون. يا هلا وسهلا. يا هلا وغلا. يلا حي. الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. من اين نحن سنفتخر؟ بالاسلام سنفتخر. بالعروبه سنفتخر. بالوطنيه سنفتخر. وبالسعودية سنفتخر. من أين نحن سنفتخر؟ بك يا موطني زاد الفخر فخرا وزاد الخير خيرا وزاد الشر غبطا. بك يا موطني سنفتخر.
براية التوحيد سنعتصم، وبالاتزان سنتسم، وبالإنجازات سنبتسم، ولولاة الأمر سنرتسم. كيف لا؟ أولم يكن لسلمان القسم؟ بدأ النشيد بسارعي وانتهى بقد عاش الملك للعلم والوطن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا ما أقول يجب، أنا ما أقول يحق لكل مواطن أن يفخر في هذا الوطن، أنا أقول يجب على كل مواطن أن يفخر في هذا البلد المعطاء. وهذه حاجة بسيطة كتبها أخوكم عبد العزيز بن عثمان المنصور القرني. ونعم، ما عليكم زود، بيض الله وجيهكم. وأنا سعيد جدا بتواجدي ضمن هذه الكوكبة الرائعة الجميلة اللي عندي ثقة تامة بإذن الله أنها راح تكون نسخة استثنائية بإذن الله. أبو علي مساك الله بالخير، الله يسعد الوجه. يا هلا ويجهك يا شيخ، هلا وسهلا والله. كيف الحال؟ حياك الله شيخ فاضل. يا هلا حياك الله يا مرحبا. هذه لي لك، ما في كبسة؟ كبسة هذه. أبشر بالتوفيق إن شاء الله. الله يسعدك يا رب يا حبيبي، الله يسعد الوجه. يوم دخلت من هناك شفتكم ارتحت. الله يسعدكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تجربة جديدة، مغامرة جديدة، بداية جديدة، واليوم الانطلاقة مع شباب. لا يا شباب ما عجبتني، معليش نبغاها أقوى من كذا. اليوم الانطلاقة مع شباب. هلا، توكلنا على الله أخوكم عبد الله العلاوي. أهلا وسهلا يا علاوي. الله يسهلك، مرحبا بك. الله يخليك. أهلا وسهلا حبيبي. تسلم يا علي. تفضل حبيبي. شوف أنا وردة واحدة وركب فيني يا راجل. الله يخليك. الله يوفقك بالتوفيق إن شاء الله. الله يسلمك يا رب. الله يحييك. هلا هلا. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا جمنا وعاوننا. يا لا 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 سار الليل والبيرق سعودي سعودي. سلامي على جمهور شاشات بداية، وجمهورنا معروف ما له نهاية. بلا شك لا الأمجاد والعز رايا، سار الليل والبيرق سعودي سعودي. حضرنا وجينا قدركم يا جماهير، وتقديركم وإعجابكم عندنا غير. عسى الله يقدينا عنا على منهج الخير، صار الليل والبيرق سعودي سعودي. وإذا عودت يصحبنا بالتحدي، خذوا علم عبد الله بمزحان وجدي. أنا أبو علي وانقنبع العلم عندي، صار الليل والبيرق سعودي سعودي. أخوكم ومحبكم في الله عبد الله بن صوير الحارثي. ونعم ونعم. عليكم زول. ما شاء الله يا أبو علي، إيش الداية هذه؟ كيف حالك؟ طيب ما شاء الله يا حبيبي. حياك الله. هلا بغلا. تفضل. بالتوفيق إن شاء الله. حبيبي. الله يوفق. السلام عليكم. طيبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. يسعد مساكم من الأعماق شعب وبلد. يليه فحوى رسالتنا وعنوانها، أخوكم عبد الله بن جرير القحطاني. ما عليكم زود، صيدلي ومتطوع ومقدم. جينا نشارككم، نسأل الله أن الله يوفقنا، بنقدم إن شاء الله اللي يحوز على رضا الله سبحانه وتعالى ورضا أنفسنا، واللي يليق بذائقتكم وذائقة المشاهدين. أنا من متابعين القناة والنسخ السابقة، وكنت أشوف القرية وأشوف المتسابقين وأقول هل ممكن في يوم من الأيام أني أكون أحد المتسابقين؟ وها أنا اليوم هنا وأقول لها وقد طارت شعاعا من الأبطال ويحك لا تراعي. يعطيكم العافية. يا مرحبا يا مرحبا. بيعيشك يلا حبيبي، أبشر بالخير. حياك الله وبالتوفيق إن شاء الله. الله يوفقك. يلا بيه بقى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يمسيك بالخير يا أبو علي. يا مرحبا. أول شيء أبعطيكم قصة عشان تعرفون أبطالها. في رمضان من الرمضانات الماضية خرج أب بحثا عن الحياة، وأخلف زوجا وأربعة أبناء، أكبرهم ذو 7 أعوام وأصغرهم ذو 7 أيام. فأصابته أقدار المنون، وخلفه زوجه فأحسنت الأمانة ورعت غرسهم فأينع وأثمر. سبق الأكبر عمره
فعمل واجتهد وكان خير سند. قبل أن يصل إلى عمر العشرين اشترى منزلا لهم ولأسرته، عاش مع والدته وفي كنفها ورعايتها، تزوج وأنجب وخدم والدته وإخوانه الذين أصبحوا أطباء ومهندسين ورسامين ومبدعين في خدمة وطنهم المعطاء. فكانت ولا زالت والدتهم عن 100 رجل كحال أمهاتنا وأخواتنا وبناتنا وما تربوا عليه. طموحاته متجددة، كاتب وراوي ومغامر ورحال وإيجابي ومحب وعاشق. مقولته في الحياة: بالحب نحيا وتبقى ذكرانا. منها سوف أنشر لكم الحب والعطاء والإيجابية بما قرأت وسمعت ورأيت. فالحب هو الذي أخرج الأب في ذاك اليوم ولاقى قدره. ولا زالت تلك القصة في حلقي أطعم مرارتها إلى الآن. رحمك الله يا أبي وحفظك الله يا أمي، أخوكم علي بن عبد الله بن روية. الله يرضى عليك. يا هلا وسهلا، حياك الله. هلا بك يا عبد الرأس. يا مرحبا. الله يطول بعمرك. عمرك إن شاء الله. يا حبيبي. تفضل حبيبي. تسلم. بالتوفيق. وياك. الله يوفقك إن شاء الله. يعطيكم الله يطول بعماركم، لا خلا ولا عدا. الله يطول بعمركم. السلام عليكم. السلام. الله يمسيكم بالخير. يا عيال ابشروا بالعزبة وابشروا بالخير. يقول والله اني كل ما جيت ببدا في رجيم تترض لي كبسة غايب شيطانا. يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا لا تترض لي كبسة غايب شيطانها. الله يمسيكم بالخير مرة ثانية، معكم أخوكم عون بن مطلق الرويبي. نعم. وعليكم السلام. والله يوفقنا وياكم. وياك. سلام. أبو علي. والله القدر فين جبته؟ أمسك. احفظه عندك. القدر هذا حق من؟ حقي أنا. تسوي رجيم أنت؟ من اليوم إن شاء الله بإذن الله أسوي رجيم، لكن هذا للشباب. طيب أهداء الوردة هذه. لبعيك. حياك الله. وبالتوفيق إن شاء الله. وياك الله يوفقك. يا عيني. يا هلا وسهلا. لبه. أنا ابن جلا وطلاع الثنايا، متى أضع العمامة تعرفوني؟ يا ناس البيت هذا قيل فيني وحس البيت يقرأ في عيوني، أبرسم في سما الإبداع اسمي، فخامة قافية تقوي متوني. أنا التاريخ والشعر المسمى، أنا ما عليكم زود، أنا طاليس إن عدت سنوني، نجاحي من نجاحك يا بداية لنرسم مجد والضاحي الجبيني. ما عليكم زود. معكم فهد ابن محمد ابن فهد ابن معيان. ونعم. حياك الله يا فهد. تحيا ودود. هلا وسهلا. تبقى ابو علي. صح لسانك. صح بدنك. حياك الله. هلا وسهلا. تبقى الله يطول. الله وبالتوفيق ان شاء الله. الله يسلم. الله يوفقك. الله يجملنا وانتم. يعلي كلمتنا بين الرجيج. السلام عليكم. على ما نصت بداية ابتدي ثم أقول يا الله لا تخيب جهدي ولا مطلبي، محبة الخلق يا ربي وحسن القبول دن خذيته وشلته على منكبي، ولدكم اللي على متن السحايب يجول لعيونكم، والله انه ما يخيب تعبي يطري علي شطر الدعم بشنابكم والجايزة بشنبي. مرحبا مرحبا. أخوكم الصغير فيصل المدارية. ونعم. يا هلا وسهلا. أهلا وسهلا. حياك الله. كيف حالك؟
التوفيق ان شاء الله. شكرا ان شاء الله. الله يهديك بافراحك ان شاء الله. حياك الله. باذن الله. وجهك. انت نجم ما تكفيه الصفات كلنا من ينفع الابداع فينا. لجل بلوغ على القمم رغم اختلافات الميول. ما ينصف كبار العزوم الا عظيم فعولها. العزم يفرق في الهمم والمجد يصنع بالفعول. كل على ظهر البسيطة غايته يصبولها. أخوكم فيصل دخيل الله. ما عليكم زود. الله يوفقنا وياكم ويحقق لنا ويحقق لكم ما تتمنون. والله يجعلنا نقدم الشيء اللي يشفعنا أمام المشاهدين. يا هلا وسهلا. حياك الله أحبه فيصل. يا هلا وسهلا. التوفيق إن شاء الله. الله يوفقك. الله يوفقك. وجهك أبيض. السلام عليكم. من ديار أبها البهية جيت عاني لجل أقدم صوتي والحاني وأطرب النفس الشقية. يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 لا. أخوكم محمد آل بريك. نعم الله حي الله محمد. مرحبا يا محمد. زين معنا ورد. اهلا وسهلا. حياك الله. طيب. توفيق ان شاء الله. الله يوفقك. حياك ان شاء الله. وجهك ابيض. يا قلب تنبض بس سعد في وريدك ودمك جرى بالمعرفه والشهامه ساعي بريده ساعي بريد المجد ساعي بريدك واليوم يومك والفخر لك علامة جبل رصيد المجد مجده يزيدك برنامج كله شموخ وفخامة وأنا معك وشاركك في جديدك شاعر شاعر كرب العيون حرفك إحزامة هما يعيد معك في يوم عيدك ولا من أخلاقك كسبت احترامه وسلامتك. أخوكم محمد لافي العازمي. نعم. ما عليكم زوج جميع. عسى الله لي ولكم التوفيق وان الله يجملنا اللي جالنا مجال جميع. حياك الله يا محمد. تبقاك الله. يا هلا وسهلا. ما تبى الورد؟ في ورد ودلع ما تبى الورد؟ نبى نهدي لك ورد. والله ان كنت الورد وجهك الورد. وبالتوفيق ان شاء الله. الله يسلمك. الله يوفقك. وياك ان شاء الله. وجهك ابيض الله يطول عمرك. تبقى. الله يكون يشرب العقاب. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من قال سالم من قال سالم. الله يعطيكم العافية. الله يكون يشرب العقاب. معكم محمد المري ممثل. إن شاء الله نقدم اللي يرضي الله ويرضيكم ويرضي الجميع إن شاء الله. في ورد الحمد لله طيب. بشر سلمت. إيه بشر. لو كان ديدا عندي هنا كان أديك الورد على طول. الله يسعدك. مرحبا بك. بالتوفيق إن شاء الله. الله يوفقك. فوق فوق هام السحب وإن كنت ثرى فوق فوق هام السحب فوق فوق هام السحب يا أغلى ثرى فوق فوق هام السحب مجدك لقدام أمجدك ورا وانحكى فيك حسدك ترى ما درينا بهرج حسدك أباد انتي ما مثلك انتي ما مثلك بهالدنيا بلد والله ما مثلك بهالدنيا بلد. سلامتكم. الله عليك. اخوكم محمد المهندس. نعم. ومن بداية نقول الله البادي ثم مجد بلادي ديرتي غيرتي حبي اللي في العروش جارف دافي صدوق حالف مشرب وذوق غير حب بلادي وغير عز بلادي الله 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 البادي ما لحد منا الله اللي عزنا ما لحد منا ما لحد منا الله اللي عزنا ما لحد منا
روحنا كتاب الله وقلبنا السنة الله. وإذا طمع فينا العدو ما علي منه لا ما علي منه صلّيتكم يا سلام يا سلام قلبك يا قلبك يا هلا وغلا يا هلا الله يعطيك ما شاء الله تبارك الله قلبك يخليك الله يوفقك يا قلبي بالتوفيق إن شاء الله سلام سلام الله يرضى عليك خليك السلام عليكم يا هلا وغلا يا هلا وغلا سلام مني عليكم يا قناة وجماهير تسليمة أكبر من طوائقي وعذاب من الماء لكم معي خاطر صادق وأحب التحية واثني على من يشاهدنا سلام وتحية يا لا لا واثني على من يشاهدنا سلام وتحية يا لا 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 وهو جماله على طاري الورد اللي معكم الله أكبر أحب قطف الورد وهو جماله لكن دون الورد شوك معاكيف يا لا 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 والجماله الزينق الضم الحالة والجمالة من غير خفة الدم وذوق معاه كيف الله أكبر محمد بن فهران الشهري الله بالخير جميع تعال أعطيك الورد بعطيك الورد اللي تقعد اسمي ربي عليك بس ما شاء الله تبارك الله اذكر الله ما شاء الله يمك الله يمك ارحم الله الله يسعدك على طريق القصيدة على الورد الله يسعدك يا رب يطول عمرك التوفيق إن شاء الله بيض الله وجهك الله يوفقك أبويا مرحبا مليون انت الله يطول العمر بسم الله اللهم صل على محمد مساك الله بالخير هلا ابو علي حياك الله شلونك يا هلا ابو الشباب من صميم الصدر صوتك يا قصيدي بده وصملة الصمصام في صعب المواقف طلها ليت شعري ما يعد اللي يا بغيت اعده كان ما جاء في ملز الندر معولها دام طيب الشعر يحسب مثل طيب المدة مدتي من فيض حبكات الشعور أجزلها سلامتك مرزوق الروقي ونعم مرزوق تعال ما يهدي الورد إلا واحد الروح مثل جمال الورد الله يرحم والديك بيض الله وجهك الله يوفقك وياك إن شاء الله يحفظك إن شاء الله سم الله يسلمك شكرا صاحب دينك يا سلام الله عليكم جيتكم بإحساسي يا سلام الله عليكم جيتكم بإحساسي من هجوس الشاعر اللي وقفته مضمونة قدركم عندي كبير وفوق هامة راسي وروح نمر الهجلة لكم دائما مرهونة أخوكم نمر الهجلة والله يجمني معكم يلا حيا حياك الله أبي وردة طيب وردة؟ أي بس واحدة هدي لك الورد كله الله يسلمك يا هلا وسهلا حياك الله الله يفك أبو علي الله يوفقك إن شاء الله بالتوفيق هذا كله لي؟ ها؟ كله؟ تستاهل الورد الله يسلمك عمر يا دار الملوك اللي على العليا بنوك ومن المعادين احتموك الله يعزك يا وطن يا موطن المجد المنيف يا قفلة الدين الحنيف لا لك شبيه ولا وصيف الله يعزك يا وطن سلامتكم أخوكم المنشد نواف بن طارد الدوسري نعم أرحب بوس أمي الله حيا بوس هدي الوالدة سلام عليك سهل حيا الله حيا أرحب عليك هلا وسهلا الله يطول عمرك بالتوفيق إن شاء الله اللهم الله يوفقك وياك يا قلب ويحفظ لك الوالدة اللهم آمين الله يرضى عليك إن شاء الله جيكم من الإمارات والبحرين جينا نشارك في دينة لها عند العرب قابلية في قناة لها عند العرب قابلية حن مع المملكة في سلم ولا معارك
جيش باسم الخليج وقوة عالمي جيش باسم الخليج وقوة عالمية. أشكركم أشكركم أخوكم خميس بن ناصر المنصوري من دولة الإمارات وبيض الله وجهكم على الاستقبال الطيب هذا، وإن شاء الله أن نقدم الشيء اللي يفيد المشاهد. أخوكم عبد الله خالد الخالدي من مملكة البحرين. أتمنى أن نقدم شيء يرتقي المستوى ذائقتكم وذائقة المتابعين الكرام والمشاهدين، واللي يرتقي لمستوى البيت السعودي والخليجي والعربي، وإن شاء الله أني مع أخواني المبدعين نقدر نرضيكم ونشوفكم إن شاء الله. يا مرحبا يا مرحبا، يلا حياكم الله. حياكم الله، هلا وسهلا، حياكم الله بالتوفيق إن شاء الله. الله يوفقكم. ما أقول لك توزع الورد، أمزح أمزح، أنت سعادة البطن، ما أقدر أقول لك شيء. يا مرحبا وسهلا. أبو علي جاب الورد، أبو علي جاب الورد يهديه لنا والله. حياك الله. جاب علينا. حياك البطن، ما أقدر أقول لك شيء. شكرا حبيبي. هلا سلام عليك. واحد هنا واحد عشان تكون يعني الله يطول عمرك. السلام عليكم. السلام. اخيرا لقيت المكان اللي يعجبني، اخيرا لقيت البيئه اللي تحتويني، كل ما جينا مكان رسمي رسمي، هنا الواقعيه نبي نعيش هذه الواقعيه. وسلامتكم يزيد بن نايف الزغيبي. نعم عليكم زود. وسلامي على الوالدة أم يزيد. يا هلا وسهلا. هلا 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 حبيبي. أنت بعيش الواقعية. هلا أنا بعيش معك الواقعية. حبيبي. يا هلا وسهلا. الله يرضى عليك. الله أبقاك الله. الله يطول عمرك. حياك الله. أبقاك الله طال عمرك. شكرا لك. وبالتوفيق. آمين وياك الله يسعدك. شكرا لك شكرا. وجهك. الله يطول بعمرك. أمشي الكاتم ها؟ حبيبي. تكفيه الصفات كل دام يرفع الإبداع فينا كل دام يرفع الإبداع فينا زيد 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 تقرا صيدك زيد 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 تقرا صيدك والعرب ما دار وزبت دموعي ضيقتي ما تعرف السبت والجمعة ضيقتي ما استمر طول الأسبوع وضيعتها لا بس هذه ما نسيتها والله والله نسيتها والله ما شاء الله تبارك الرحمن يا ابو يا ابو مبارك معطينك القلوب قبل الورد مع مع انت وابو خالد للحين بيسالون خميس وعبد الله جيتوا السعوديه ايش عندكم اخذنا ورد على ودنا نبينا شيله نبينا شيله يا رب من يلوم اللي مفارق له وليه فيتنا طيب اللي يغني همس وشي غني في صنابك اغنينا هنا غني في صنابك عاد يوم الليل يا شباب والله عندي حبه حبيبي جعل ما يبطل صدقنا الرخاء جعلهم فد وتعزيزنا الجنا لا وصلوا لا سلوم ولا سخاء روحيهم يا مراوح السحاب جعل ما يبطل صدقنا الرخاء جعلهم فد وتعزيزنا الجنا لا سلوم ولا سخاء روحيهم يا مراوح السحاب روحيهم يا مراوح السحاب روحيهم شبكت معهم الله يوم اجمعتنا بداية يوم اجمعتنا بداية يا ولد لا يا حليفي يا ولد ايوه
الله حيه يا الله حيه يا الله حيه ابو علي ابو علي حلوه ناضي يا ولد ويا حليبي يا ولد ويا حليبي يا ولد صفوني عصابة راسي صفوا لي عز ونوماسي صفوا لي عز ونوماسي هلا هلا به يا هلا لا يا حالي في يا ولد لا يا حالي في يا ولد أحسن أبو ظافر أبو ظافر أبو ظافر أبو ظافر روح يا عون أنت ومحمد كذا ولا كذا لأن هناك قاطعين محمد أنت أبو ظافر ضيقتي ما تعرف السبت والجمعة ضيقتي ما استمع طول الأسبوع الحميس الله سلام المشهد ما شاء الله تبارك الرحمن طيب طيب روحك يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 أبي عنك يا محمد ماذا صاب روحك لا 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 يا لا لا يا لا 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 من راس منع وزيال سلام لك من تنوم مثل المطر في دقولة من راس منع وزيال سلامتكم طول أعماركم خميس أبو علي يا رسول السلام لا تخيب ظنوني بسألك عن البحرين كيف يا أهل المنامة عادهم منكم بيض الله وجيك كلهم يا مسافر ما تخيب ظنوني بسألك عن البحرين كيف يا أهل المنامة لا يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 عسل الله يجيكم الورد يا خميس حيا عليكم حيا عليكم الله يطول عمرك حيا عليكم ما انت انت الحسن بعد الحب الامارات ودخلت في داري والله يطول عماركم وشرف لي دخولي في هذه القناة الله يطول عماركم والله أني سعيد بشوفتكم يطول عمرك ولا أقول إلا الشيء اللي نحب نقدمه دائما نحن من دولتنا أنا أقولكم الله يا دار زايد كيف محلى يا ناس حلوة وقلبي مغرم فيه كن القمر يوم يظهر من محيا في جنة الأرض رب العرش سوى الله يا دار زايد كيف محلى يا ناس حلوة وقلبي مغرم فيه كن القمر يوم يظهر من محيا جاية الحس يسلم كفبات الله يا دار زايد كيف محلا يا ناس حلوة وقلبي مغرم فيها كن القمر يوم يظهر من محيا في غاية الحسن يسلم من على الرمض مشى حفي القدم يستاهلك يستاهلك
ومن سقى غرسك عرق دمع ودم يستاهلك يستاهلك ومن رعى صحر الظما ابن غنم يستاهلك 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 يا دارنا وحنا اهلك وانت سواد عيوننا شعب هذه اهداء من الشعب الاماراتي للشعب السعودي الله يطول عمركم وافين وافين الله يطول عمركم وانت جمعنا على العز والطاعه وانت فرقنا بجوج الله وساعد انت جمعنا على العز والطاعه وانت فرقنا بجوج الله وساعد حطنا على كل سماعة جاي فرق ما حدا تجمع وانت جمعنا على العز والطاعة وانت فرقنا بجوج الله وسع عشر ايوه 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 هي هي هلا انت ما تعرف شنو القدر انا والله ما عارف انا ما شفت الورد يوم اعطيتني الورد قلت غيره ولا ابو علي تغير شيف ولا بستان ولا شو الموضوع تهدي الورد طيب. والله تهدي الورد بس انا امس يوم شفتك شميت فيك ريحه بستان وورد سبحان الله تبصد تبصد قلت ما بمزح معك زيوت وكذا يعني يا مسالة الله يطول عمرك يا شباب هلا يا شباب شباب اسمعوا التوجيه شباب تقهوا تقهوى مصدر السعاده ما شاء الله عليك ريحه الطبخ في الراس تقهوى بالعافيه يا شباب السعاده هذا اسمه السعاده يا رجال يا رجال هلا والله خذ راحتك خذ راحتك القهوه القهوه يا شباب قهوه يا شباب تقهوى قهوه شاي الفناجيل موجوده هنا الله يخليك ها اي عاد تقهوى تقهوى هنا شباب ابو علي يرسم القهوه يعطيك العافيه الفناجيل اسرع اسرع هاي والله ذا العي لا والله لا والله اوه لا انت راح والله تسلم يا موجود تسلم على الشاي من يدك يا اخوي اسمع اسمع اسلم اسلم يا نيله تبكينا من طول الغياب اسلم صح بدين ما ابي والله ما احفظ اللي والله وسيم هذه من الزوام من الجيل ها قرا قديم امدحني انا عاد احسن واحد كل سواي ها كل سواي ايوه يعني طلتك جميله اليوم الله يسعدك هذا باي لغه نعم حتى ليخن في شاي ناخذ فناجين انت اجسنا يلا هات فناجين فناجين وين سلام دقي دقي خل خل الشاهي قول ذا صيني طب شلون صدق والله ني خاف يجي معناه غلط ها ني خن شواي شواي واي شواي السلام عليكم السلام عليكم حياكم الله يا شباب ابو علي مساك الله بالخير ضيعوك ابو علي والله ضيعوك ضيعوك يا برخ ابو علي خليك متماسك ابو علي خليك ابو علي اللي نعرفه جبل ما هي سنينية حياكم شباب بالله يا شباب خذوا لكم زاويه بسلم عليكم واحد واحد السلام عليكم شلونك والله سهلا شو اخبارك توفيق ان شاء الله طيبين الله يسعدك كيف الوضع ربي لك الحمد كيف الورد
انت الورد انت الورد حبيبي الله يعطيك العافيه ما شاء الله تبارك الله حياكم الشباب تعالوا هنا الله يعطيكم العافيه العزوز كيف حالك كيف اخبارك طيب بنسلم سريع لاني وقتي 10 دقائق معكم ولا تستاهلون كل خير شو الاخبار شو الاخبار هلا والله مبسوط شلونك طال عمرك حاتم لا ارحب والله حبيبي شو الاخبار طيبين كيف حالك البغوي هلا والله مرحبا شو الاخبار نيهاو يعطيك العافيه نمر شلونك الله يعافيك هلا باشمهندس كيف حالك نيهاو انتبه هلا والله شلونك طال طيبين مرحبا شلونك كيف الاعصاب هلا فيصل شلونك طيبين الله يعطيك العافيه هلا والله شلونك ما شاء الله عليك انت يعطيك العافيه هلا حبيبي شلونك طيب شو الاخبار هلا والله شلون بالعافية كيف حالك الله يعافيك هلا والله شلونك طال عمرك طيب كيف الامور الله يعطيك العافيه هلا شد الدموع يا حبيبي بعد الفجر انا قطع البصل دموع والله شفت عيوني دموع البصل اي والله دموع البصل هلا والله شلونك طال عمرك طيبين يا مرحبا هلا والله شلونك طيبين شو الاخبار هلا والله شلونك طال عمرك طيب شو الاخبار يا مرحبا شو اخبارك فخامة الاسم ها طيب هلا والله مرحبا طول عمرك الله يحييك شرفت عمرك يا مرحبا طال عمرك الله يحفظك شركتكم شرف يا حبيبي طول لي عمرك شرف لنا الله يحفظك يا مرحبا الحمد لله شو اخبارك طيب كيف الامور يقولون طحت الحمد لله بس انا خفيف الله على خفيف ابشر امور طيبه خميس كيف حالك حبيبي شو اخبارك مرحبا مساكم بخير فيك الله يطول عمرك من الربع اللي جاي من عندهم الله يطول عمرك عند اهلك وعند ربعك ما يحتاج الله يحييكم مرحبا بك يا هلا يا هلا يا مسهلا مرحبا بك يا هلا يا هلا يا هذا اللي اقدر اقوله لك الله يعطيك العافيه عبد الله شلونك طيبين حياك الله طيب السلامه هلا والله فيك شلونك طال عمرك طيبين كيف الحال الحمد لله امور طيبه هلا شو اخبارك طيب كيف الحال شو العلوم طيبين طيب يا شباب الله يعطيكم العافيه ودي بس نفتح الزاويه كذا شوي ونتجمع هنا لا لا بيوقف قدامكم لان عندي نقاط سريعه ومهمه وبنخلصها وتوكل الهواء هواك ما نقدر ناخذ عليكم تفضلوا ايه عادي عادي يا مرحبا حيا الله الجميع البق الله استريح استريح محمد لا احد لا احد يوقف مره لا احد يوقف مره شغاله لا عبد الله عبد الله عشان الكلام ذا اللي بنقوله مهم للجميع يسمع اولا انقل لكم تحيات وتبريكات مجلس الاداره كامل بقياده الشيخ عبد العزيز العريفي والف مبروك والله يجعلها قبول خير ويجعلها خطوه ناجحه للامام وبدايه النجاح باذن الله وايضا اشكر كل زملائي الشباب اللي ما حالفهم الحظ لاي سبب كان اختيارهم من ضمن آلاف اللي قدموا 100 شخص قبل من خلال الآلاف اللي قدموا يعتبر نجاح والحقيقة والله وجودهم في اللجنة هو شرف عظيم لنا ونقدم لهم الشكر مرة ثانية ويستاهلون اللجنة اللي تعبت وكانت موجودة معنا واللي فرزت لنا هالنجوم الجميلين نقول لهم شكرا لكم من خلف الشاشات الله يعطيكم العافية الكل الكل حاتم سعيد حاتم الله يعطيكم العافية أنا بعطيكم قصة بسيطة كذا وأعطيكم قصة كبيرة وبختم القصة الصغيرة أن حنا أولا أشكر الإدارة السابقة اللي كانت عملت على نجاح نسخ ماضية من زد رصيدك والإدارة اللي تمر اليوم طبيعي في يوم من الأيام ينتهي عملها وتجي إدارة جاية عمل قناة بداية عمل مؤسساتي يبدأ من حيث انتهى آخر شخص موجود والعمل مستمر العائلة هنا موجودة في أشخاص لهم أكثر من 11 سنة فالشباب موجودين خلف الكواليس أنا أقدم لهم تحية وشكر يستاهلون فنقول الله يوفقنا أول ما قيمنا العمل بعد استلام الإدارة عملنا شراكات مع شركات سعودية بدينا أول شراكة مع شركة مسيان برودكشن بقيادة أخوي الأستاذ محمد العريفي على إنتاج هالعمل ثم بعد ذلك بدينا بأخوي معتز الحاج وشركته اللي تهتم بالمحتوى الرقمي وبعدين أخذنا ماي إيجنت لإدارة النجوم كان عندنا شفنا في ثغرة إن كل النجوم اللي يخرجون من قناة بداية أحيان يعتمدون على منسقين يعتمدون على اجتهادات شخصية
نقول الله يوفقهم، ولكن انتم حبينا نكون نخرج معكم بنسخه جديده اللي هي اداره اعمال وتطوير الاعمال. احنا نعتبركم يعني قوه بشريه هائله اللي تملكونه من المهارات والقدرات والقوه الكامله اللي عندكم، حرام انها تروح في ثغره بسيطه اللي هي عدم وجود شخص يطور وشخص ينقلكم الى الافضل. فاشكر اخوي ابراهيم الشريد الله يعطيه العافيه على على قولهم هل الديل الموفق باذن الله. الديكور وما ادراك ما الديكور. شركه مسيان برودكشن بعد ما اوكلنا لهم مهمه انتاج هالعمل اتفقوا مع المهندس السعودي احمد العلي على تصميم هالمكان، فتم التصميم وتم التنفيذ. ونقول للمهندس احمد شكرا جزيلا، يعطيك العافيه. الشاشات كانت مركبه من شركه اخوي علي بن كليب، شركة أجواء، والله يعطيهم العافية. مثل ما تشوفونها جودة عالية وستايل جدا جميل، وأنتم تستاهلونه والجمهور بعد يستاهل. خلاص خلصنا، ندخل في الحلم. أوكي، ورا الباب ده وش فيه؟ لا الحلم ورا الباب الحلم، وحنا هنا قبل الحلم. قبل الحلم اسمعوا الكلام وأقل الأسئلة بعد ما أخلص المعلومة. البرنامج مدة 20 يوم، يبدأ اليوم بس من الساعة 9 وبقية الأيام يبدأ من بعد صلاة العشاء إلى الساعة تقريبا 12. الفقرات اللي موجودة، أولا بعد أن أشكر أبو علي الله يعطيه العافية، نسي أبو علي إحنا قلنا 20 يوم، من غدا بإذن الله بتبدأ بعد صلاة العشاء بتوقيت مكة المكرمة. أبو علي بيكون موجود طيلة الأيام الله يعطيه العافية، بيطبخ العشاء وما قصر اليوم، محتزيكم كبسة حاشي وحركات ما مقصر. يستاهلون ثم ندخل على الفقرات. ندخل الفقرة اللي بعدها بيجي أخوي هاني العنزي. هاني بياخذ كل يوم 2 متسابقين، اللي بيكون الموضوع عبارة عن إيش؟ عن دردشة عادية. بعد هاني بيكون في رياليتي، ولكن بعد تقريبا ساعة يبدأ أخوي عبد الرحمن الخضيري وعنده مسابقة. هالمسابقة تأخذون منها إيش؟ نقاط، وتأخذون منها رصيد. آخر اليوم راح يكون في عشاء. عندنا كل يوم في شخصين يطلعون على هالمسرح ويتكلمون عن أنفسهم، اللي هو أصعب سؤال: من أنت؟ من أنت؟ أنا ما أبي مبادرة واحدة وتعلني عنها، أنا بك تعرفني. أنت صاحب مبادرات، قل أنا صاحب مبادرات، أنا شاعر، أنا رحال، أنا أحب الطبخ، أنا صوتي جميل، أنا ممثل، وتكلم عن نفسك وتكلم عن نجاحاتك في مدة محسوبة. بنسقون معكم الإعداد بحيث أن الكل يكون متساوي في الطرح، ولكن أنتم أصلاً أذكياء، فلا بيكون طويل ممل ولا قصير مخل. في شغلة ثانية اللي هي كيف ندخل الحلم اللي هو برنامج زد رصيدك. دخول سهل جداً، 50% راح تكون على أدائك. لجنة في الخارج مكونة من المعدين ومن المخرجين ومن الإدارة تقيم أدائك وتواجدك وعطائك داخل هالمكان وممكن خارج هالمكان، مدى ظهورك الجميل على السوشيال ميديا، مدى تواصلك وتعاملك مع الناس، مدى حتى حضورك على سناب شات وش قاعد تسوي. هذه الأشياء تهمنا كثير. احنا اليوم واثقين انكم راح تخرجون خروج جدا جميل بعد 120 يوم، احنا 20 وبعد 100 يوم، فاحنا حريصين. في نقطة صغيرة وهذه ما تخفى عليكم، آخر يوم في هالمكان عندنا اختبار الرصيد الخفي. هذا الاختبار بيجي 5 أشخاص أو 4 حسب الوقت، يختبرون على أسئلة، 10 أسئلة، كل سؤال قيمته 100 ريال. هال100 ريال تجمع لك هذا رصيد خفي إذا وفقك الله سبحانه وتعالى ودخلت القرية. طبعا اللي راح يدخلون من 30 كم؟ 25 متسابق راح يعيشون الحلم داخل القرية، و5 أنفار أو 5 متسابقين ما راح يدخلون، ولكن هم موجودين معنا في الديل اللي احنا متفقين مع ماي ايجنت. بيدخلون في التطوير ويدخلون ايضا في التسويق ويدخلون في كل الجوانب، وكانهم موجودين معنا في الحلم. نقطة مهمة، كل شخص دخل اللجنة من 100 يحق لها الموسم الجاي انه يقدم على اي نسخة، سواء حياتك او زد رصيدك. من حقك يلي تسمعني خلف الشاشة، اذا دخلت اللجنة من حقك تعيد مرة ثانية، لان حنا مش في موضوع، حنا نبي نبرز المواهب. قد يكون احد جانا اللجنة ما توفق متوتر،
قد يكون أحد جان اللجنة عنده ظروف نفسية، قد يكون أحد جان اللجنة عنده ظروف وظيفية ما وفق، وحصلت في ناس حصلت عندهم ظروف وظيفية واعتذروا، وبعضهم حصلت عندهم ظروف عائلية واعتذروا. نشكرهم مرة ثانية ونقول بإمكانك السنة القادمة أو البرنامج الجاي أنك تكون أحد نجوم قناة بداية. طبعا الخصومات يا حلوين ندلعكم، ها الخصومات طبعا، الخصومات طبعا اخذتوها كامله، شرحناها لكم امس وقلنا لكم الخصومات 1 2 3 4 5. انا ماني في حاجه اني اذكر الخصومات، انتم عارفينها اساسا. تشد النفس يعني مثلا اغلاق المايك كم قلنا؟ 50. خلها اوكي. طبعا هذه تقريبا مجمل الكلام اللي أنا ودي أقوله اليوم. حنا في قناة بداية، القناة اللي اليوم قاعدة تتزين بالكوادر السعودية 100%، عملنا شراكات مع شركات سعودية، وقاعدين أيضا أنا بعرج على نقطة معتز الحاج والشباب، الشباب اللي يطورون ويتابعون المحتوى الرقمي للقناة، وأيضا يتابعونكم أيضا حتى بعد البرنامج بيتابعونكم نفس نظام ماي ايجنت في جوانب معينة. كامل تفاصيلك على الشاشة أو على السوشيال ميديا هي من اهتمامات هالشركات. أنا الآن أقدر أسمع أسئلتكم، اللي عنده سؤال يقدر يسألني. حسب المناطق يا شباب، لازم كل واحد منطقة أبعد يعني في حد 850 كيلو 800 سهل. أستاذ فواز أسألك عن كيفية القبول في البرنامج، يعني كيف قبلتوا كذي، شو اللي تعطينا بعض النقاط؟ كيف حنا قبلنا؟ لا كيف قبلتونا يعني، تعطينا بعض النقاط كيف كان القبول يعني؟ اللجنة كان موجود على الطاولة متخصصين، كان موجود أستاذ حاتم الشهري متخصص في الشعر والنقد وهالأمور، كان معنا الدكتور النفسي، وكان معنا أستاذ عبدالله السبيل. نعم. وكان معاكم مدير القناة. كنا معلك زود، كنا نجمع النقاط اللي موجودة، وأيضا كان في لجنة في الخارج، في 2 شباب من الإعداد كانوا يجلسون معكم. هاللجنة اللي كانت برا كانت تأخذ بعض الانطباع الأولي عنك، يصير لو طلعت على اللجنة وما أديت حنا كنا نرجع لللجنة اللي كانت موجودة برا فنقول كيف كان خميس المنصوري، فأحيانا نتفق وأحيانا نختلف، فيقولون لا كان الرجل كويس، حنا نقول لا عندنا مرتبك، فنحاول أن ما نظلمه من خلال الطرح اللي كان على اللجنة. فكنا نجمع ذي مع ذي وتم اختياركم. لكن في سؤال ثاني اللي هو كيف الدرجات، قلنا 50% راح تكون على تقييم اللجنة، 25% المسابقة اللي بتكون هنا مع أخوي عبد الرحمن الخضيري، و 25% راح تكون تصويت الجمهور اللي بنعلن عنه في آخر يوم. حلو. طبعا المسابقة مثل ما أنتم عارفين ثقافة عامة، ولكن في شغلة مهمة، ترى راعينا التوزيع الجغرافي وراعينا توزيع المواهب وراعينا الأعمار، يعني كنا جالسين على سبورة قاعدين نوزع المناطق والأعمار المواهب، في الأخير حصلنا على من 21 إلى 36 8 شعراء تقريبا، أو تقريبا 8 منشدين، لأن في بعضهم عند الموهبة الشعر والإنشاد مشبوكة مع بعض. صحيح. وحطينا المواهب الثانية، حرصنا على التنوع، أن نجيب شخص مثلا من الأستاذ أحمد البدري يتكلم الصيني، وأنتم عارفين التوجه العام وعارفين اللغة الصينية تعتبر من اللغات اللي الآن العالم مقبل على تعلمها. أخذنا الرحال، عموما كلكم فيكم الخير والبركة، وحرصنا على الثيم الأساسي لبرنامج زد رصيدك، البرنامج الكبير، البرنامج اللي يتشرف بكم وبتواجدكم فيه. طبعا أنا ما خلال هالكلام اللي أقوله، ترى ما في نجاح إلا وراه شركاء. اليوم قناة بداية بشراكاتها المتعددة هي تفخر بهالشراكات، ونشكر كل شركائنا سواء من الرعاة أو من الشركات اللي موجودة، وأشكركم أنتم بعد من شركائنا. طيب في سؤال عندك عبد الله، تفضل. أنا كنت بسأل عن المسابقة اللي هي اللي ذكرتها في نهاية قبل الحلم. طبعا هذه ما لها علاقة في درجاتي قبل الحلم، هذه راح أستفيد منها في حال أني دخلت القرية فقط. في حال دخولك القرية أنت تدخل طال عمرك برصيدين، الرصيد الظاهر اللي موجود وراح يظهر أمامك تشوف نزل رصيدك ولا طلع، وأما الرصيد الخفي فهو الرصيد اللي نتعامل فيه بالخصومات واللي ما راح يظهر لك واللي موجود عندنا. وللأمانة من حق كل متسابق بعد نهاية مشاركته، بعد من نهاية المشاركة يطلب كشف حساب بالرصيد الظاهر وبالرصيد الخفي. هالكلمة سجلوها، شوف المخالفات بتطول عليك، لكن عموما أنت من حقك تأخذ المخالفات، الكشف كله كامل بتشوفه، هذا من حقك علينا كنزاهة للمسابقة أنك تأخذ هذا كله. أنا تقريبا وقتي خلص معكم، في سؤال آخر سؤال
تفضل. الله يقطع عمرك. الرصيد الخفي. نعم. الحصول عليه فقط عن طريق المسابقة الأخيرة هذه أو في مسابقات أخرى؟ الانطلاقة الأولى للرصيد الخفي راح يكون على الطاولة اللي تأخذ منها الرصيد بإذن الله. أحسن. طلع. أنا متشرف فيكم وسعيد إني أبكون أمام هالشباب. أنا أقول اللي زي الورد. الله يطول عمرك. مثل ما هداكم الورد أبو علي. وبإذن الله مقبلين على نسخة رائعة مثل النسخ الماضية. وتحياتي للجميع والله يعطيكم العافية. شكرا. شوفكم على خير إن شاء الله. عيشوا الواقع والهوى هواكم أربع شهور ومتعوا الناس ومتعونا معكم. سلام عليكم. لا لا خليك اصبر اصبر. لا لا ما صدق. يا مرحبا. اسمع الطرب هنا. عمال تسوي لي حركات وانا لسني بحب الامور هذه. ايه خليك كويس يا حبيبي. خلنا نجلس. اسمع. ضيعت اسمك؟ ما اعرف اسمك حبيبي. لا يا حبيبي قال لك حركات. اسمع. والله صدق. شوف هذه. شوف اخر شيء. رجع. أنا بقول لك والصبر ممحل وبيح له كنين شح غيمه للضوامي ما سقى في غيابك نزف شعر ودمع عين يا مخيب في وصالك من هقى ايها حبك والهوى حكمه لعين يودع العشاق في دروبه محقى ما عشقتك طيش يدر الثمين ساكن قلبي على طهر ونقى فدوتك عمري وما تملك يمين بعد عمري يا حبيبي وش بقى للشعر بعد عمري يا حبيبي وش بقى للشعور اللي مصاحب دمعتين مستجد لشر حلمي ما اتقى في محطات انتظار الغايبين ذا عناق احباب وذولاك اصدقاء تلفت في وجيها العابري ما دريت اني علته وشقى تايه بدربك على طول السنين ما حنين انعاش في رجوة لقى اغتنم وصلي ترى انا راح لي ما حد باقي ولا الله 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 انك حشرتني يا ابن الاجواد مع الدرجه نعطيك سالفه يقولون يعني من الروايات قرات ان شعراء البلاط الاموي الاخطل وجرير والفرزدق كانوا في مجلس عبد الملك مروان في مجلس عبد الملك مروان في جلسه ادبيه شعريه ويقال انه دخل عليهم اعرابي من عامه الناس يعني رجال يبغى يقول قصيده ويبغى دراه دخل على عبد الملك سلم عليه قال يعني عبد الملك الرجل من فقهاء المدينة السبعة ورجل أديب من العيار الثقيل وحاكم يعني ما له وصف الحقيقي ويحب يسأل عن أخبار العرب قال من أشعر العرب قال أشعر العرب جرير نعم قال إذن ما هو أغزل بيت قالته العرب قال هو بيت جرير الذي يقول فيه إن العيون التي في طرفها حور قتلنا ثم لم يحين قتلانا أصرعنا ذا اللب حتى لا حراك به وهن أضعف خلق الله يا أركان سأله قال ما هو أهجى بيت قالته العرب قال هو بيت جرير في قصيدته التي كان في مطلعها أقل اللوم عادلا والعتابة وقولي إن أصبت لقد أصاب إلى أن قال إلى أن فغض الطرف إنك من نمير فلا كعب بلغت ولا كلاب ولو جمعت عقول بني النميري على الميزان ما وزنت ذباب قال له إذا ما هو يعني أهكم بيت البيت الذي فيه التهكم قال هو نعم وسأل عم أمدح ميت قال هو البيت الذي قال فيكم ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راح قال إذا ما هو البيت الذي تهكم التهكم فيه شديد قال هو بيت جرير في الفرزدق زعم الفرزدق وأن سيقتل مربع أبشر بطول سلامتي يا مربع قال تعرف جرير قال والله إني لا أعرفه وإني إلى رؤيته مشتاق يقول ما أعرفه ورد يجير يسمعوا هو جالس نعم كلهم جالسين جرير موجود الأخطل وجرير والفرزدق الجميع موجود ما هو ما يعرفه هو يسمع به بس جاء يا بادس إذا يأخذ فلوس يروح لهلا قال هذا جرير وهذا الفرزدق وهذا الأخطل ارتجل الاعرابي بيت قال فحي الاله ابا حرزه وارغم انفك يا اخطل سلام وجد الفرزدق اتعس به ودقت خياشيمه الجندل يعني حزره هو جرير نعم كنا بابي حزره نعم يقال ان الفرزدق يعني امتعض فقام وقال ما انت بالحكم الذي ترضى حكومته قام بعد بينهم ايه
ولا الاصيل. هو يقول ودق خي بل ارغم الله انفا انت حامله يا ذا الخنق للزوري والخطل. صدقت ما انت بالحكم الذي ترضى حكومته ولا بالاصيل. ايه الى رد الاخطل قام القالب للاخطل وقام جرير قال اتشتماني. لا رد الاخطل قال يا شر من حملت ساق على قدمي. ما مثل قولك في الاقوال يحتمل. لست بالحكومة لترضى حكومته ولد الأصيل ولد الرأي والجدل. يا سلام. وقام جرير اسلم. قال جرير أتشتماني سبابا خيركم نسبا لازلتما في خطل أيها الخطل. ويقال أن جرير أعطى 5000 دينار وأعطى عبد الملك مثلها. إيه؟ هذه قصة صراحة. هذا الأعراب يدل لك على نداهية. صقع الرياجيل في مجلس الخليفة وخرج بعشر تلاف. ويا من جلس عندي هنا ولا طالع عشر تلاف. هذه قصة صراحة بطلة. أحبها. لبيك أكيد عندك سالفة جريدة مروا عليه وقالوا لها من أشعر أنت من فرزدق أم نعم. قال تبون تعرفون قال تعالوا وداهم المنزلة عند الاسطبل. قال لا ترون الرجل اللي هناك أبوه. قال انظروا كيف يشرب حاط كذا يشرب من شات او ما اعرف شو بالضبط من ضرع الشات من ضرع اساس ما يطلع الصوت شخيب اللبن ما يطلع في الاناء. فقال تعلمون من هذا؟ قالوا لا والله ما نعلم جرير. قال هذا ابي خليته اقوى شيء في العرب. قال هذا ابي خير. قالوا انت شعر واحد يقول شاعر فخر بمثل هذا 80 شاعرا وغلبهم. قال هذا لهو اشعر العرب. نعم. قال هذا ابي يشتري جرير على أبوه وأبوه من البخل يرضع من يعني يشرب من ضرع النار. يقول خلى أبوه من أعز الأنساب يعني أو أكرم الناس وأبوه يحطه في الإناء. لكن نعم لكن نبغى ناخذ يعني معلومه عشان نختم. عصر البلاط الأموي أو الأدب الأموي هو من أفضل الأدب وفيه نشأة النقائض بين شعراء البلاط الأموي ويعني وظهر فيه يعني شعراء كثير منهم كثير عزه في 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 إيه وجميل بثينه في 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 في, معل في انا اشوف انها معلقته الاسطوره التي قال ترى الرجل الطرير ترى الرجل النحيل فتزدريه وفي اثوابه اسد هصور ويعجبك الطرير اذا تراه ويخلف ظنك الرجل الطرير. يقال ان الفرزدق لولا الفرزدق لضاع ثلث اللغه. قراءة الأدب الأموي ترى يجدد في الرجل العزة والفخرة واللغة. وسلامتكم. نعم عندي مجموعة كتب بإذن الله بتطلعون عليها قريب. الله يعزك خير طال عمرك. الله يعزك خير. الله يعزكم خير. هو من على البيت. الله وسع من يحط اذنه على كل سماع جاه فرق ما بعدها تجمع. سلام اعطيتكم العلم ببجي. الله يستر عليك. والله زي لومك يا نمير سك طيب. هولو هولو فك. هالحياة المترفة لنك تعيشك أو تعيشك بس تتمنى. نتمنى مش أحكي لك كلامي يبتدي منك بداية كل بداية أنت مو حلو. يا سلام. ولو بختار ولو بيدي ولو ظنك أنا فيني حسن ظنك يحب ظنك. ولو بختار ولو بيدي ولو ظنك أنا فيني حسن ظنك يحب ظنه. إذا الجنة وإذا الدنيا وإذا عنك أبيك أنت وبالدنيا وبالجنة. الله الله الله. اسمعني يقول يا أحمد تفكر بإيمانك وأنا يوم للضلع قمة اللي طلعت الضلع قاموا وحيوك وانطحت وسط البير هذه مطمة أرقى الجبل والحر ما هو بمملوك طيب الولد من طيب خاله وعمه والبير لا للدلو فالحبل مشبوك ما يشرب العطشان من وسط جمه وخوى الرجال اللي على العز خاووك وحذر تخاويلك من الناس رمه تخاوي الرديان لو زين اللوك ترى الردي ما يكسب إلا المذمة خاوى الشجيع اللي قلت له دوك سد نزوم ولا شيء يهمه وإن كان خويت الردي ما به شكوك وانت شجيع تصير مثله ويمه خذ مثل
لو ينبت الورد مشوق ما حد على ما قيل يقدر يلمه. من جاك شايب بالعمر كأنه أبوك شايب اللي فوق راسه مع أمه هذاك خذ شوره. ترى الشور مبروك يشيل هم الناس من فوق همه. هم كان ربعك للمهمات دزوك خلك على ما قيل قد المهم الله. هذا كلامي لا تكبه هون أخوك البير قاعة يوم لضل العقل سلام خاك البيرك اسلم روح عندك يقول اسلم اجي سجي اسلم يا ناس خلنا زين جسد لكن ورد موجود. اسمع 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 مرحبا وسهلا بكم صدق سلام يعني اكثر من موضع تروح فيه زيت زيتون نعم فيه ويشيل لك الكوليسترول. عندك كوليسترول ابو علي؟ لا الحمد لله. اذا عندك ابشر بالفزعه بعطيك دمي يساعد ضبط الشيء. لا الحمد لله فضل الله. ابو علي اجل اديني خطه الرشاقه ولا سر الرشاقه ولا وش شاطيهم ايش الطريقه الوحيده تبيعها؟ لا بخل على الدهون رياضه لازم تقول الغازيات تتجنب عنها ايش على السلطات نظام حياه جدا غير نظام حياه ما سويت دايت مو رجيم مو شيء نظام حياه على طول لا لا سويت دايت سويت دايت دايت لايف ستايل اوكي بس يعني دايت ثقه يا ابو علي دكتور عبد الله انا اشوف جسمه فظيع يعني جسمه ما شفت ما شفت ما شاء الله تبارك الله عليك اول ختمته اي اي متين متين ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله شفتني اول تقول لا يا ابو علي معلش بالرشاقه فيه من ضبي الفلا لا مشاكلنا على الارض اعتدل سلام عشان يقول حسدني عالي ابو علي ابو علي اقول بالرشاقه فيه من ضبي الفلا ترى لي بالطبخ انا ابو علي ابو علي يقول انه متين بس انا ما اشوف انه متين أنا أقول بالرشاقة فيه من ضبي الفلا لا مشاكلنا على الأرض اعتدى. شوفها فتح يا سلام يا عيني ترى هذه فيها فائدة يا شباب شلها كذا بيدك تصبيرة نفس الشباب اللي ياخذون كراسونا ما شاء الله عليك بالله والله أنا أبغي لي ماي بس قول لي معك هذا هو عندي معك تصفيات ما شاء الله عليك من تصفيات هو أي عليك أي عليك يا خلوص الله يخليك الله يرضى عليك الله يسلمك والله يا ابن الله يسلمك هو بالرويه والله ويعجز اللسان والعقل ياقم يزيد انت دخلت واحد وما لك قرصه بعدين تشيل اللحم هذه كبسه تشيل اللحم بعدين ندخل الماء فرن حطه فرن يا مرحبا يا مسقات الله من حوض النبي هي يا صاحبي دمعي يسيل آه وبنها وندي والكردي ستلقى بمعنى الود والوصل دليل وإن رمت الأذى الأذان فذا حجاز يداوي القلب للنفس عليل ولحن بالبيات نشيد وجد تطيب به النفوس وتستني حريقة حريقة ايش حريقة مزاجي مزاجي حريقة نبي حريقة نبي حريقة الله يسلم يا ابراهيم اللهم صل على سيدنا فالسما والقاع من ربي مدى واجود الاجواد من نهجايدي اللهم صل ما حن الرعد على الرسول اللي سكن ورايدي اللهم صل يا محمد اللهم صل سمعنا هزي قلبي هزي غصن طريق الطائف هزا Yeah.
ذكرياته تستفزه والجو ريحته توب الوحده يا الجمال المغري الجذاب يا فتره يا عزاه يا الجبال سمحه يا مملوحه يا فتره يا رزاق وخاطر غصن القنا خاطر غصن القنا وارد على الماء لدى الوادي فنا ومار جنبي ومار جنبي وبايده هنا سلامي يا نازل الوادي سلام يا بعد ريحتك بوصل يا سعد. السلام عليكم. مساكم الله بالخير شباب، كيف حالكم؟ طيبين؟ ما بتموتون جوع ان شاء الله. ودي تستريحون على الجلسات. ممتاز. الجلسات اللي تبونها انا احتاج معي اثنين. خالد تعلمي خالد تحط هذه في الزاويه وهذه في الزاويه. يا مرحبا يا شباب. يا مرحبا يا ابو شوف. الله يخليك. اخوان ومحزن مليان وحركات وكذا. ها لا مو كلكم، لا لا انا ابغى اثنين بس هنا. انتم تستريحوا هنا وهناك يا اخوان. الله يحييكم. معليش ترى احنا نمون على بعض من اول يوم، ها فعادي. ها يا مرحبا بالجميع. تسمح لي استاذ ناصر ابدا انا الحالي بدونهم؟ ابدا اعيش بدونهم من اول يوم يا اخوان؟ من اول يوم؟ مو من اول يوم. كم لنا في البث الان؟ ساعة بس تول الناس يا جماعة. ها أبو علي أقول من أول يوم. لا 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 نبغاها هنا. أبو علي من أول يوم المكان نحاس كذا. شلون نص ساعة؟ طيب تعال يا المنصوري تعال. أقول منصوري أنا ما أدري إذا حد ابن عمي. أنا شفت عرفت الموضوع على الظاهر. البريك تعال سوى أبيض. حياكم الله يا شباب. الله يحييك. يا مرحبا. انا اعتذر على الكاسات اللي في الارض والاشياء دي. لا لا عادي الامر طيب. بس المتسابقين يوعدونكم ان شاء الله انهم ما تكرر، انها ما تكرر شيء. اعتقد صح؟ متحمسين يا ابو شوف. المجموعه اللي كانت هني كانوا شوي يعني فرحانين ببعض. استريح. طيب شباب حياكم الله. الله يحييك. طبعا شوفوا لاحظوا ان لاحظوا لف كذا شوي يعني كذا ياخذ روحه. حلو حلو حلوين. ترى حتى الجمهور كان يسمي هذا المكان الهنجر، الحين صار يسميه الهاوس. واضح من الديكور والوضع اختلف يعني. ما شاء الله حلو. نعم. فما يتناسب اني القى فايده الارض من اول يوم. ها هناك ورد. ابو علي شكله بيقول منصوري كيف حالك؟ الحمد لله. كيف حالك؟ بتكون صريح ولا بتصير دبلوماسي؟ والله افضل الدبلوماسيه افضل يعني في بعض الامور. هذا جزء من الصراحه عشان كذا. خليك صريح معي وقل لي سالفه 32 مليون اللي كانت في حسابك. 32 كم؟ مليون. اخترع. هذا قلت لك اياها وانا كنت احلم بس مش حقيقي يعني. ايش؟ في الحلم يعني. كنت احلم راقد يا وخبرتك سالفه 32 مليون في رصيدي انا؟ حلم كان. كانت حلم. شباب انا قلت لكم السالفه هذه ولا ها؟ ها؟ دائما هذا قبل الحلم نحن نقولها يعني. ما قبل الحلم يمكن لكن مع الحلم اعترف كل شيء. 32 مليون ما تذكر سالفتها؟ ابدا. 32 مليون ريال اذكرها اذكرها بس هذه ممنوع الشباب يعرفونها لاني مسوي لهم امور ثانيه يعني مسوي نفسي تعرف ما اقدر. لا ما احتاج. السالفه معروفه. كان عندك مزرعه في الرياض تشتريها ب 32 صحيح؟ كان عندك مزرعة في الرياض وتشتريها ب 32 مليون في الشفا. صحيح الشفا. نعم. مصنع صحيح ب 32 مليون. ب 32 مليون. عطنا سالفته. والله يعني انا اشوف ان السالفه لازم نقولها يعني. خلها للحلقات القادمه لاني ما اريد الشباب يستغلوني من الحين عرفت. لان كلهم بيضبطون حلقاتهم المنصوري ما شاء الله عنده فانا اسلم. لا معك شباب لو تركدون شوي لان الموضوع خطير جدا.
منصوري شوف هذا اول سؤال عندي، عندي اسئله زي كذا. حلو حلو، خليك صريح. حلو والله ما اعرف ايش اقول لك، بس موضوع عادي جدا بسيط. لا مو بسيط، 32 مليون بسيط يا شباب، 32 مليون. الله يطول عماركم. ابو مبارك شباب هذه في الحلم. ابو مبارك خليك معي، ما كنت في الحلم مبارك. صدق محمد انت صديقي. كنت صديقي. تتكلم في الطياره. حلو. كنت مسافر رحله دوليه صح؟ نعم صحيح. وكنت يعني ماسك الجوال وبيدك اقمشه صح؟ انت كانك انا ما اعرف واحد مع 32 مليون شايل. انت تقرب الموضوع معك. انا عرفت تقرب الموضوع لانه كان بعد بندفنه معاي راكب في الطياره. حلو اجل عطنا. والله بندفنه. والله السالفه ما يعني فيها نوع من الصراحه وفيها نوع من التمليح يعني. يعني طيب قل قل الحلو. طيب خلنا نوصل يلا. ما في سالفه، ركبنا طياره. حلو. واحد من اهل السعوديه اعطيني قماش، طاقه قماش، واعطاني اياه، قال لي هديه يا ابو مبارك تستاهلها. قلت الله يطول عمرك. يوم ركبت الطياره كنا في الكراسي الاماميه اللي هي البزنس. اول ما ركبت الطياره قالوا فيه ضيف مهم بيركب قدام وممنوع حد يضايقهم من هالكلام ومن هالكلام. قلت انا اوكي ضيف مهم ما حد يضايقه، في كرسي عنده كرسي ثاني. قلت لا انا بقعد عنده، ليش يعني شو المشكله؟ قالوا لا ما تقعد. فقعدت عنده، ويوم قعدت كنت اسمعه يتكلم ما يتكلم كذي، فكنت يعني ابغي تعرف يوم تسوي الطبقه نفس الشيء اساسا نقدر نفتح مع بعض. كان عبد الله بن دفنه، اوجه له تحيه الله يذكره بالخير، راكب في الطياره. حلو. اول ما خلص من برنامج زد رصيدك فتره. فانت حبيت خلنا عشان ما تروح عبد الله بن دفنه، خلنا في القصه. انت حبيت تحتك مع التاجر هذا. نعم. فسويت مكالمه انك تبيع ارض ب 32 مليون. لا تعديل لكلامك، مو احتك معه، ابين له اني نفس وضعه يعني. طيب. لانه يوم شاف القماش قال هذا راكب في الفي اي بي قدام وحاط قماش، وكيف هالوضع؟ طيب خميس انا بوصل الفكره. صارتك الفكره؟ لا انا بك توصلني الفكره مهمه. حلو. احنا في برنامج واقع. صحيح. هل ما سنسمعه من خميس هي نعم. قصص من اخوات 32 مليون ذي، ولا احداث زي كذا، ولا انت بتفرق لنا بين المزح والجد؟ والله شوف اكثرها فيها جديه يعني، اكثرها فيها جديه. والبخيه لا. لا فيها تمليح خفيف يعني. اكثرها يعني 40% يطلع تمليح. والله انا اذا الشباب اللي عرفوني قبل كم ساعه كيف شفتوا الوضع يا شباب صراحه. متواضع يا ابو فيصل دخيل الله لا تجامل انت وبرويه. طيب منصوري خليك معي ولا اقطع كلامك الا بالخير. انا اول انسان حبيته ولو بقصر في البلد بجيك على السؤال ذا علي بالرويه، لان عندنا منطقه في دبي اسمها الرويه. إيه؟ فذكرني قلت سبحان الله برويه وبرويه. ثاني واحد تفضل عندك المايك. لا يعني انا خميس هذه طريقتك بتكون في البرنامج، بتهرب من الحقائق، ما بتواجه اللي يصير ابدا. لا بكون صريح في حدود مثل صراحتك. لا في حدود المعقول، في امور ما تقدر يعني انك تقولها على الهواء مثل ما تقولها برا يعني. طيب انا اعرف ان عندك خبره. حلو. اكثر من خبره محمد. حلو جيد، هذين بدون شك بدون شك. نعم. محمد الشباب كلهم. محمد يستحي واضح. ها يا المصري هلا. يستحي محمد صح؟ محمد حيوي والله ابتسامته الجميله هذه تكفينا، وفي حياة خفيف بس انه ما شاء الله عليه. طيب. بطل. ابغاك توجه نصيحه دخوله دخول بطل. محمد بكره تقبل عليه السوشيال ميديا. حلو. بيواجه ناس. حلو صحيح. بيجونه مباشره زي قولت يا محمد واحد يرفع سناب بيقول محمد امدحني. محمد ايش رايك فيني؟ صحيح. ايش رايك؟ امدحك عند الحين؟ لا لو جاك احد ورفع سناب قدامك وقال لك محمد ايش رايك فيني؟ ايش بتقول له؟ كيف بتتعامل مع موقفه؟ امدح عليه يطفش. بس. تبيع كلام. وش نسوي؟ الله يخليك. خميس وش توجه له نصيحه؟ يعني ايش كيف بتتعامل مع الموقف ذا؟ هو يبغاني يمدحه قبل. اوجه له اول نصيحه اوجهها لمحمد البريك، ما شاء الله هو مميز وكل شيء فيه مميز. يا محمد تفضل. نعم خميس لا تغلط. خميس ليله خميس. طيب خميس. نعم يا بعد راس. هلا والله. عندنا وقت. حلو. عندك 100 يوم تقول قصصك هذه على ملك. حلو. انا ابغى اليوم جواب صريح. الرجال متسابق زميل لك، عنده شوي حياه. حلو. ما يعرف يتعامل مع المواقف اللي انت تتعامل معها بشكل عادي. انت 32 مليون في الطياره زي السلام عليكم. الحياه على طول مش مخرج كويس له. قل له مخرج كويس. اولا لا تجامل، وحاول انك تكون افضل من غيرك دائم في تميزك وفي كل شيء، ولا تجامل اي انسان. مدحني عطاه الحقيقه قدامه. طيب. اساس يرفع مستواه. ايش رايك الشخص اللي جاء لمحمد؟ من؟ يعني الشخص اللي جاء لمحمد ذا ورفع الجوال قال امدحني ولا قال له ايش رايك فيني؟ على حسب يعني، يمكن يعطيه ماده مشكله امدحه. ما اعرف والله. لا الشخص هذا ما يعرفه. هو ما يعرفه. لو كان يعرفه لو كان يعرفه
لو كان زميله مثلا لو كان زميله وجاء قال امدحني كذا فجاه فجاه والله على حسب شخصيته واذا يبي يمدح يا بعد راسي انا اكلمك عن الرجال مو عن هذا هذا الشخص اللي يدور المدح عند الناس اللي يدور المدح عند الناس ما عنده سالفه ما عنده سالفه ابدا طيب. ما عنده سالفه شوف مقطع يناقش هالفكره وبنرجع بعدين مع محمد اذا جهز مقطع حلو هذا جاهز شكلها في خميس بس يلا جاهز يا خالد مقطعنا يلا نشوف المقطع طيب بيصير واضح الشاشات عندكم ابو خالد كلمه توجهها لي يعني اقول الله يوفقك انا اراهن على نجوميتك في برنامجك اللي بتشارك فيه انت ملكت قلوبنا في هالثلاث ايام فما بالك ثلاث شهور راح تملك الناس كلها اشكرك اوجه تحيه قبل شيء عندنا ما عنده سالفه لا اوجه تحيه من هذا المكان لابو خالد حمد السعيد والله شوف انا اوقف هنا يا شباب ابو خالد وهو وعدنا بزياره والله وبعدين ابو خالد انا لا 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 تفضل ابو خالد ابو خالد حمد السعيد قامه شعريه معروفه وكلها يستاهل ويستاهل المدح ويستاهل التحيه علمني عن الشخص اللي ما عنده سالفه اللي ماسك الجوال يدور على الناس يقول ايش رايك فيني امدحني وجه لي نصيحه لهذا الشخص والله وجه لك هذا عنده مثل ما تقول يمكن حمله اعلاميه هذا بطل انا اعتبره بطل صراحه لان عنده حمله اعلاميه لقى ناس ناجحين في مكان معين في يومين كلام يا جماعه لا توجه الكلام ذي وجهه لخوي محمد قل له محمد قلت ناس ناجحين نفس الصوت اللي قبل شوي اللي هو صوت حمد السعيد ما عندك مشكله اذا قلت له وجهني بس انت هذه فكرتك يا خميس لا مرات يحتاجها الانسان لا انت فكرتك كذا انك تروح للمشاهير زي حمد السعيد زي ما اروح لهم انا يجوني هم يجونك ما اروح لحد طيب ممتاز ورونا 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 المقطع الثاني ويا ليت يعرض على الشاشات عندنا انا اتمنى لك التوفيق في برنامج زيد رصيد ان شاء الله تنجح وتطلع الاول اشكرك الصوت كيف استاذ عمرو الصوت هايل الصوت جميل اشكرك شكرا برضو والله اشكرك والله انه يستاهل خميس انا ما اعرف المقطع كيف يصير لي برضو نوجه تحيه ل عمرو اديب عمرو اديب اللي جاء من مصر وصل عندك لبيتكم الظاهر وصورك وقال لك تكفى تعطل معي هم جوك صح؟ انا صراحه انا اقول لك شيء اكون صريح امام الشباب انا وعبد الله الخالدي لا تقول لي القصه عبد الله الخالدي القصه اعرف القصه لا رحت البوليفارد لا هو لقانا قال ما شاء الله الامارات والبحرين في البوليفارد قلنا له شو الغريب نحن واحد الاماراتي سعودي والسعودي بحريني والبحريني اماراتي قلنا له شيء واحد صحيح فهو انعجب في الموضوع قال ابغي اصوركم ما جاوبتني تفضل هو اللي جاك ولا انت اللي رحت له لا هو هو اللي جاك نعم هو لقانا محمد الخميس شاف زي وحمد السعيد هو اللي جاك نعم انا حمد السعيد انا اقول لك هاني استاذ هاني ممكن شخصية كلمه ممكن كلمه كلمه سم هو ليش عمرو اديب نوجه له تحيه من عبر القناه اقول له هو يوم شاف لباسنا واستغرب بالوضع يا بعد راسي مو ثاني نقاشي نقطة ثاني نقطه يوم اعطيته صوت سمعته صوتي وقال ما شاء الله صوتك جميل انت نجم في شيء يعني انت مشارك فيه جيت وسمعت صوتك لا وعرضت له قلت له عمر اديب ايش دراه في برنامج زد رصيدك يا بعد راسي انت جيت قلت انا بشارك في زد رصيدك وجه كلمه للناس كلهم اني بشارك حمد السعيد ايش دراه انك مشارك ما اعلن اسمك ايش دراه انك مشارك يا خالدي ما في فزعه من البحرين تعال استغربوا معي يا ابو غلط الموضوع يا ما يصير محمد كيف حالك الله يسلمك شلونك الله يعافيك ان شاء الله محمد وش الشيء اللي تراهن عليه غير اللي جد وجودي مع الرجال شرواك شرواك طيب يعني لو كنت في نسخه ثانيه بتفشل بس النسخه دي هي الكويسه لا لا انا عندي ثقه في نفسي اللهم لك الحمد وفي اشياء اعيد السؤال مره ثانيه وش الشيء اللي تراهن عليه غير الجد التقديم لا تبيعني اجوبه التقديم لا تبيعني كلام زملائي اخواني ابي جواب ابي شيء قلت في الفيديو ان التقديم هو الشيء اللي ابغى اطوره انا احس ان عندي نقص كبير طيب ليش في ماني متمرس فيه ليش في المقابله لما قال لك فواز خليك على ذي قلت ابشر ليش ما حسيت انك كذا عندك قتال على فكرتك استاذ فواز استاذنا كلنا نستفيد منه اللي صار له يمكن 11 سنه في المجال هذا فيوم قال لي يا استاذ فيوم قال لي بعد ما انت كاريزما منشد ما تصلح الا في الانشاد اكيد اني بسمع كلامه وتوجه توجيه طيب صحيح اعيد السؤال سمعت كلام فوزع قصدك اني في البرنامج الحين بطبق الكلام سمعت كلامه يعني انا بحاول لا انا بحاول اطور نفسي في البرنامج على اللي اقدر عليه طيب اعيد السؤال مره ثالثه ما هو الشيء الذي تراهن عليه غير الإنشاد؟ التقديم إن شاء الله التقديم يعني ما سمعت كلام مفزع
هو قال في اللقاء كذا انا مشيت اللقاء. يعني سلكت له سلكت له سلكت له طيب. الفكره اللي بوصل لها، هل هذا هو السيستم اللي عندك؟ اي واحد بيجي ينصحك تقول يعطيك العافيه وشكرا وابشر واللي تبغاه، بعدين تروح تسوي اللي في راسك؟ يعني سؤال، هل ضعف شخصيتك يجعلك او يمنعك انك تناقش عن فكرتك وتتهرب من هذه المواجهه وتروح الفكره الثانيه، ولا تعتبر هذا نوع من انواع الدبلوماسيه واخذ الامور برويه وتروح هناك تسوي اللي تبغاه؟ اول الرسول صلى الله عليه وسلم اخي ياخذ المشوره يعني ويستمع لما حوله، هو عنده وحي يوحى، فانا اخذ المشوره اسمع الكلام من فلان وفلان وفلان، بعدين انا احلل الموضوع واخذ رايي انا. طيب هذه طيب شباب عشان الوقت، بس انا اعرف ان كل شيء كفو اليوم، بس بعد خمس ايام في البرنامج ما في شيء كفو. خلينا نركز. طيب 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 استمر استمر يا يعني. طيب محمد، اخذ المشوره شيء ممتاز، وكون قال لي كلمه قلت ابشر على طول سرتزت على الراي شيء ثاني. انا ما اقدر اوجه السؤال لك عند الحين، لكن انت لو مكاني، انت توك داخل مجال الاعلام وقال لك واحد صار له سنين في الاعلام، انت منشد زي ما قالوا ايش صاحب الصبع صنايع والبخت ضايع، فبركز على شيء واحد، لكن انا جاي منشد. طيب وابغى اطور التقديم عندي. السؤال يعني مره ثانيه، ليش غيرت رايك بعد ما وافقت على فزع؟ سمعت رايك اكيد بقول لا انت غلطان. لا ما تقول انت غلطان، قل فكره بحترمها بناقشها برجع لها بشوف، انا راني نفسي في التقديم قدم ما يثبت. انا بجرب البر... بس كذا على طول بسرعه انا بجرب البرنامج اشوف اذا كنت انا قادر اني اتمكن من التقديم يكون لي اضافه غير الانشاد. وش اللي وصلك في الانشاد؟ وش اللي وصلك في الانشاد؟ ممكن توضح السؤال؟ اي وش اللي خلاك تكون او تراهن على انك منشد؟ والله اراء الناس كلهم، ثقتي في نفسي انا. يعني ثقتك في نفسك و واشتغلت اعمال ولقيت قبول من الناس و ان شاء الله عندنا الموهبه. ان شاء الله عندك؟ ان شاء الله عندنا الموهبه. عندنا الموهبه على فكره، في لقاء اكثر لاحظت فكره عندنا واشتغلنا على. مادح نفسك كذاب يا اخي. لا مو مادح، هذا مو مدح، هذه لغه انا. يعني انت قلت ترى عادي انا في لقاء اسالك عنك فانت بتجاوب عن صفاتك تقول انا منشد. هذا بالنسبه للانشاد باذن الله انا واثق من نفسي جدا. لا نتكلم عن اللغه، عندنا واشتغلنا على. ايش رايك باللغه ذي؟ والله ان شاء الله تواضع يا اخي. تواضع تواضع الله رفعه. طيب من تقلد؟ ما اقلد احد. ما تقلد احد؟ ما تتعمد تقلد احد؟ لا ابد ابد. طيب أنا جتني مجموعة كبيرة من المقاطع من فريق الأهلي الله يعطيهم العافية، اخترت منها مقطع واحد أبو ريكيا وأبغى رأيك بكل صراحة، ترى عادي والله مو بعيب. لا لا الأمور طيبة، خلاص خذ راحتك. أعطونا مقطع. الله يستر منك. أنا كل ما نويت أنسى لك الذكرى ترجعني ترى للحين، أنا أحبك وأشوفك بين حين وحين، فراقك يا فراقك كسر قلبي وعذبني، وأنا ناذر علي بقى حبك لين يوم الدين، فراقك يا فراقك كسر قلبي وعذبني، وانا نذر علي ابقى احبك لين يوم الدين. اصفق الناس. طيب ايش رايك؟ طول عمرك. لا 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 هذا مو بعمل بيني وبين الجماز، لا ابدا لا لا. هذا مقطع نزله معاذ الجماز، حلو، بعد ثمان ايام نزله محمد بريك، تصادف بس. ثمان ايام؟ ثمان ايام بالضبط بين المقطعين. والله ما ادري بس ما بس امداك ثلاث ثمان ايام تقلد؟ ولا كنت تحتاج وقت اكثر ولا؟ طيب تبغى اجاوب على السؤال؟ انا قلده ولا ما قلده؟ ما ادري، انا اسالك، انا اقول لك بس مو ترى هذا مو مقطع واحد مو بوحيد. بالعكس انا ما ضر لي اني اقلد احد، اولا اوجه له تحيه. بس ترى هذا مو بوحيد، اعرف ان هذا واحد من خمس ست مقاطع. اولا الرجل ما شاء الله تبارك الله، اذا شبهوني بصوته فهذا فخر لي يعني. يعني سبق شبهوك؟ كثير الناس، دائما اصلا حتى قلت للناس هذا الشيء يزعجني، ليش؟ هو صوته زين لكن انا بالنسبه لي ودي اظهر بصوت خاص لي.
يعني ما ابغى الناس يسمعون شيء لمعاذ الجماز ومحمد ما يفرقون او يقولون هذا محمد هذا معاذ، مع ان معاذ تشبيه الصوت في معاذ شيء فخر بالنسبه لي، الرجل صوته جميل مره وواصل من قبلنا حتى وشغال على نفسه يعني. فانا اتمنى اني اوصل نص ما بس اقصد نفس انا ما اعرف في الانشاد بس لا انا ماني مقلد انا ماني مقلد انا منشد يعني انا ما اعرف بس الخامه قريب من بعض الخامه قريبه الخامه قريب بس الناس يشبهون انا هذا صوتي من اول يعني لكن الناس يشبهون يقول نفس الصوت ما لي فائدة إني يعني أقلد خلاص طيب لك علاقة بمعاذ؟ لا لا والله ما لي علاقة ما أنت في حارة واحدة كنت؟ كنا بس إنه بعيد مني ما في ميانة ما في صح في حارة واحدة بس ما نعرف بعض صح ما أي علاقة بيه صح هو بيني بينه بيوت كثير ولا بيني أي عارف اسمه يعرف اسمه صحيح ولا تلاقون بس في حارة واحدة بعدين سنين ما كان يعني أنت في حارة واحدة ما درست مع بعض؟ لا ما تقابلون في الحارة أبدا ما عرفت ان هذا معاذ الجماعه المنشد هو في حي وانا في حي بيننا شارع يعني نلعب كوره سوا بس انا ما بين انتوا بينكم ما بيني وبين ميانه الكلام ذا قبل 8 سنين او اكثر كم متزعلين طيب بعدين لما صار معاذ منشد سمعت له؟ ايه سمعت له من البرنامج طيب ارجع السؤال وش الاشياء اللي تتكي عليها في الانشاد غير تقليد معاذ الجماعه برضو مصر لا لا غير خلينا نطلع من نقاش المعاذ طيب اشياء ارتكز عليها الموهبة هذه من الله سبحانه كم أعمالك؟ يمكن الرسمية 5 أو 4 لكن الباقي كلها أعمال خاصة وبرتات مع الجامعة كيف التعامل في البرنامج مع النقد؟ بالعكس النقد اللي أشوف أنه بناء ويفيدني تزعل؟ لا إن شاء الله تعصب؟ جاني كلام أنك شخصية عصبية ممكن تنرفز غير يعني يقصد هادي 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 ثم تنفجر فجأة صحيح؟ لا أبد ما أتعلم نرد الإساءة إلا بالإحسان لا النقد ترى مو بإساءة أحيانا بس أحيانا شيء يقهر لا بعض النقد إذا كان النقد يفيدني أنا أشوف أنه بيفيدني بأخذه بعين الاعتبار وأفكر فيه ومش يمكن بالعكس يعدل فيني حاجة كبيرة لكن أني أزعل أو شيء لا ليش أزعل طيب خميس بالعكس عسل على سمن يومين اللي عنده ما شاء الله عليه طول عمره صراحة طيب والخالدي والخالدي كان عسل على سمن ولا سمن على عسل والله عبد الله الخالدي وين عبد الله لا خليك معي خميس الخالدي نعم سمن على عسل نفس الشيء انت لو قلت لك ابي ابرز 3 صفات في شخصيتك 3 صفات في شخصيتي ثلاث شخصيات فيني انا 3 صفات في شخصيات صفات إيه؟ ابرز 3 صفات والله اول صفه انا اشوفها فيني اني احب اخدم الناس ولا احب الناس تخدمني يعني صراحه هذه انا اشوفها دائما فيني وانا مقصر في نفسي اني اشوف اني احب اخدم الناس واساعد هذا والثاني هذه واحده من الصفات ثاني الصفات اللي فيني حافظ كثير يعني لو اسمع روايتين من اي شخص لا يمكن تفوت علي عقبها يعني خلاص تكون احفظها الثالثة الصبر والتحمل عندي هذا لدرجة كبيرة يعني عادي اتحمل واصبر على الخوي وعلى الصديق وعلى الصاحب وعلى اي انسان واحاول اني ما ابين نفسي زعلان وحتى لو زعلان بداخلي اضحك انا للغير ويعني وفي شيء داخل يعني في قلبي هذه طيب انا هذه من الصفات انا فهمت من الصفة الاولى انه انا احب اخدم الناس ممتاز واقدم لهم العون دائما صح كذا تحب لأني أنا في منطقة تسمح لي بهذا لكن لا أسمح لأحد أن يتفضل علي لا أسمح ولكن على مضض قليل الطلب يعني أنا من النوع اللي لا يمكن أني أقول واحد إلا إذا كانت محتدة الأمور طيب ما كيف تسوي هذا الشيء في البرنامج البرنامج كله عبارة عن هذا الجو كله عبارة عن مساعدات لا تساعدني في الرصيد وساعدك كل الفقرات كل انا والله رصيدي لو على يدي والله العظيم اوزعه للمطاليق هذول كلهم يوميا والله العظيم طيب بس عون انا مشكلتي في عون توزع وتطلع برايم لا انا خايف من عون بس طيب توزع وتطلع برايم والله ليش لا اذا كانت في فزعه لحد من الاخويا يستاهل والله طيب انت كذا اذا يظهر لي بعد فكره انه انا ابعيد قصة صديق الكل عبد الله بن دفنة أنا بحاول أصير صديق الكل كذا بحاول أعيش بجو صديق الكل أنت جالس تدمج جالس تحاول حلو أنا طبعا من اللقاءات البسيطة اللي بيني وبينك اللي هي أمس والآن يعني
واللقاء. درس حاول تدمج بين فكرتين أو بين شخصيتين، لأنك متابع البرنامج صح؟ صحيح. بين شخصية أبو حور في الحركة وفي إني حبيب الكل وإني بفزع للجميع وأنا حرك وحافظ والقصص وكذا، وبين شخصية عبد الله بن دفنة صديق الكل. وأنت تهرب عن شخصية عبد هزاع أكيد. لا، هزاع شخصية جميلة وشخصية مميزة وهاو ابتسامته تكفي. طيب بس اما بالنسبه لبن دفنه نحن يعني نفس هذا صديق الكل، نفس الفيتامين، نحن من نفس المكان يعني نفس الفيتامين اللي نحن تعودنا كذي حتى في الشعبيه صديق الكل، انا وبن دفنه من نفس المنطقه فتعودنا على صديق الكل. عيد السؤال، انت تنوي ان تقلد بن دفنه في هذا المجال؟ لا اقلد احد، انا لي شخصيه مستقله لحالي بابداعي وبانشادي وبصوتي وبواقعيتي، والجمهور والمشاهدين بيشوفون هذا الشيء. مش اقرب شخصيه وصل للمشاهدين شخصيتك عبر اقرب شبيه لك؟ والله اقرب شبيه لك في النسخ الماضيه من اللي كنت تحس ما في شبيه، لان انا تابعت الموسم اللي طاف ولا يزعلون مني هالموسم اللي طاف، تكرار كثير للسوالف انا وفلان ويعيد السالفه انا وفلان، فانا ما ابغاهم يزعلون مني، بس الانسان لازم يبدع بشيء ولا يتصنع، بعيدا عن التصنع. انا والله يعني لو اشوف الكاميرا ابى اروح اقول السالفه الفلانيه، لا انا على نفس طبيعتي يعني. مثل ما تجدني في البرنامج تجد خميس بن ناصر في اي مكان. هذا الشيء لم يكن موجود في النسخه الماضيه. كيف يعني هذا الاريحيه؟ نعم. وعدم التصنع لم تكن، وعدم التصنع لم تكن موجوده في الموسم الماضي. ما اعرف انا عفوا كانت موجوده في الموسم الماضي موضوع التصنع موضوع. لا 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 انا ما اقول لك، انا اقول لك انا اراهن ان النسخه هذه بتكون من. لا انت تقول مع احترامي لحق الموسم الماضي. نعم نعم انا نعم. اختلف وش نعم. وش نقطه الخلاف وضح لي يا بس. والله في بعض، انا تابعت البرنامج تابعته، في تكرار في بعض المشاهد وبعض السوالف يعيد نفسها، فنحن نقول لك ان انا ما بسوي نفس الحركه هذه، انا عندي اشياء ثانيه يعني غير هذه. انا ما امدح نفسي عبر الشاشه الحين واقول لك والله انا يا فلان، انا قلت لك انا اللي قاعد امام هاني. لا تروح بعيد، ارجع لي الجواب سؤالي. الشيء اللي ستعد المشاهدين انه لن يتكرر. نعم. او عيب النسخه الماضيه التكرار. لن يتكرر اول شيء. لن يتكرر عندك؟ عندي ويمكن عند الشباب بعد. طيب قارنت نفسك بمن في النسخه الماضيه؟ ما قارن، انا شوف انا يعني اقصد انت قبل شيء لما قلت يتكرر، من هو الشخص اللي يتكرر في النسخه الماضيه ما تبغى تصير زيه تتكرر؟ ما شفت ان احد قريب من شخصيتي، احس اني بعد يعني طيب بطلع من اللي تحت يعني اربع درجات خمس درجات تحت وكان قريب بس يتكرر. والله ما اعرف، ما اقدر اقول لك منو اللي كان يتكرر قلت انا ما ابغى اصير اتكرر، من هو ذا؟ ما اعرفه بالضبط، لا ما اقدر احدد متسابقين كثير ولا اعرف. اعطني ثلاثه اربعه عادي منهم اللي كانوا يتكررون ما تعد الناس تقول يا جماعه انا خميس المنصوري لن اتكرر مثل فلان وفلان وفلان اللي يقولون سؤال متكرر. انا ما ترى كنت اشوفهم بس ما اعرف اساميهم. صح يعني ما كنت مركز على اساميهم يعني الاسامي، بس اشوف اذا سوى حركه كذي وكذي يبين الانسان سبحان الله ان هذا الشخص يعني جالس يكرر الحركات على قولتهم كيمروي يعني رايح كيمر. فانا اقول لك انا معاشرتي للشباب هذول خلال يومين انا احس ان هذه النسخه صراحه بتكون من اقوى النسخ. طيب انا كل واحد افضل من الثاني والله العظيم والله لدرجه ان من جماليه المنظر اللي قاعدين والله ان كم يوم ودنا نبث ونروي الناس ابداعاتنا، لكن ننتظر البرنامج والمفاجاه الحلوه هذه. خميس انا باخذ الكلمه هذه منك على محمل الجد. حلو. وبانتظر. حلو. والمتسابق والمشاهدين ينتظرون. لكني خلني اشوف موضوع الوعود. نعم. اللي وعدتوا فيها الجمهور المشاهد اللي قاعد بداية. طيب وعود المتسابقين شوفها. وعدي للجمهور أقولهم جمهورنا نوعدكم بشي فنان يونس الجمهور واللي شاهد، ولكم جزيل الشكر مني وعرفان، وبدعمكم حنا بد ما انتباعات. مشاهدين وجمهور قناة بداية أوعدكم بالإبداع وبالتميز وكل ما يسعدكم ويدخل البهجة إلى قلوبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خميس أوعدكم تعدنا بالإبداع والتميز. نعم. وعدم التكرار الذي كان في زد سبعة صح؟ نعم. جميل محمد بريك، بتقول شيء قبل الوعود ولا ناخذها على طول؟ لا ما بقول شيء.
قل ترى عندك فرصة الآن، عندك نص، عندك فقرة تكلم عنك ناقشنا فيها. لا رسميا أنت وحش والله، من شفناك وأنت وحش أمس. لا أنا ما أقول لك مدحني، أقول لك ما أقول قل لي وش عندك. الجمهور عشان. الجمهور كله اللي يشوفون شخصية ثانية ترى برضو وحش برضو هذا سؤال غير مطروح على الطاولة. هذه بس أنا أقول لك أنت وش تبغى تقول. عندي ما عندي موضوع، ما عندي وحش. طيب خلينا نشوف وعد محمد أبريك. الله وعد الحر الدين، ولكن إن شاء الله أني أقدم كل اللي عندي ولا أبخل بأي موهبة أو أي فائدة أقدر أقدمها في هذا البرنامج بإذن الله. نفسية إن شاء الله الحلوة بتبقى لآخر البرنامج بإذن الله. يا سلام. البريك في شيء تخاف منه في البرنامج؟ لا إن شاء الله ما في شيء تخاف منه بإذن الله. منصوري شيء تخاف منه في البرنامج؟ لا أبدا ما في شيء تخاف منه. أخاف من أخاف، أنا دائما أقول سبحان الله، يمكنني أخاف أني أزعل رفيق، هذه واحد منها. حلو. الشيء الثاني اللي أخاف منه عدم رضا الجمهور كله، وأنا ودي أرضي كل الجمهور اللي خلف الشاشات. صديق الكل عبد الله بن دفنة تفضل يتكرم. أنت يعطيكم العافية جميعا. الله يعني. ومنصور يعدكم ألا يكون نسخة مكررة من المحزم المليان. بنشوف ولنا اسم إن شاء الله بتعرفونه. يلا مفاجأة، بس خلنا نتعشى لأن فينا نفس الهبوط، الشباب كلهم طيب. لا عندكم عبد الله الخضيري الآن في مسابقة جديدة. يعطيكم العافية وشكرا لكم. الله يعافيك. تسلم. كلهم جوك ها؟ كلهم جوك ها؟ والله يا خميس انك متطور جدا. الله يطول عمرك. جالسين يجونك ما شاء الله عمرو اديب وحمد الخميس. حمد الخميس؟ حمد السعيد. انت شبكت بين اسمي وبين صدق. والله حمد السعيد استاذنا، هو دائما نتعلم منه الابداع والتميز. بس هو اللي يجيك ها؟ لا مش هو اللي يجيني. هو اللي سوى المقابله هذه معي بتليفونه، يعني هو منزلها بعد في تويتر. في تويتر. السلام عليكم. كل جعان طابور شو طابور 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 طابور. طيب تبون من هنا ولا عشان بحط الرز الحين ايش تبون؟ مرق مرق مرق. ايش تبون؟ مرق كوب. كوب والله مرق يا عيال. تكفى والله مرق يا عيال. والله مرق يا عيال. والله اسمح حد بدايق. تبون مرق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تحية على الشغل هذا يستاهل. بلاش شوف شوف شوف. اتي يا رجل. اسمع اسمع بلاش المرق. يا ليت يا صيده وربع صواني مرق. من يعرف؟ من يعرف هذا؟ كيف بالله؟ عود الله زينه بس اسوي لك صدق ولا؟ شاف شاف. طيب الله يبارك فيك. بعلمكم شيء، انا بعذبكم. بس كذا زقي. كمكم الحين؟ كمكم الحين؟ انا مني كذا بعلمكم شيء. طيب دقيقه. شوف شوف. خلاص هذا شبع. الله جري جري هاي لا ما يا شباب كيف ها؟ ملح شيء ولا حاجة؟ والله يا خطير. ها؟ والله يا خطير. انت لسه دخل الفرن. ما عليك لسه ابو علي. والله يا خيار طعمه كيف؟ نعم. ما عليك زور. بالعافية. فاتك. والله فاتك الحيمان. خلاص. اللحم اول بعدين نحط الملح. خلاص لا خلاص. ياخذ ما عشان بطلع بحط الرز الحين. خلاص قلبي والله. كيف بس الله لسه بيدخل الفرن، لسه في كشله، لسه في دلع، لسه في الان ابو علي بعد اللحمدات تحطه الفرن. ها بعد اللحمدات تحطه الفرن. في فرن وفي مطبوخ ابو علي. ابو شغلك يا ابو علي. ابو شغلك يا شيخ. يا ابو علي ممكن تتعلم شيء؟ ها ممكن تتعلم شيء؟ مرق مرق ما شفنا. الله يا خطير ما شاء الله تبارك الله. لا يضرك قام يتفنن عاد. ايه لازم يتفنن. ليه ما ندلع؟ الله لا يضرك والله يا علي. ولا كيف الله يحق لك يا رجال. هذا الثالث برضه.
ها؟ والله فكنا ما شاء الله تبارك ثلاثة؟ ثلاثة شغل ثلاثة صحون ولا شيء ثلاثة شلوا الجمل ولا ما دخل؟ جمل هو ترى والله أنا مرة أنا كنت مداوم قبل في الجبيل في كنت في الصيدلية وجيني واحد من هذا الشمال الله يذكره بالخير ويوفقه وين ما راح المهم أنا جايب معه وصفة بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير بداية يا من للوفاء عنوان ومن بين مراكز الإبداع كنت ولا زلت في أول مكان بداية الأمل وبداية الوفاء وبداية الحلم مضت فارتقت عملت فاتقنت واعتلت بجهدها قمة المجد والآن جاءت لتنير الكون بمواهب واعدة ونبدأ معكم بإذن الحي القيوم مسابقة ما قبل الحلم والتي ستؤهلكم بإذن الله للبرنامج الأضخم والأشهر والأكبر عربيا وعالميا برنامج زد رصيدك بنسخته الثامنة وها نحن هنا نحييكم ونحيي آمالا ومواهب واعدة وجماهير عريضة وعاشقة من المحيط إلى الخليج حياكم الله جميعا مستعدين تمام طبعا ناخذ أقرب شوي كذا علشان المقاصر قريب منكم ناخذ الحين طريقة المسابقة طبعا شرحينها لكن نعيدها بنفس الوقت الجمهور ياخذ طريقة المسابقة يوميا راح يطلعون ثلاث متسابقين كل متسابق عنده ثلاث أسئلة مضبوط طبعا راح ناخذ أول عشر أيام العدد كامل بعدين العشر أيام الثانية إن شاء الله نكمل المجموعة مرة ثانية طريقة السؤال وركزوا معي حبة حبة طريقة السؤال راح تكون السؤال عليه 300 ريال وعندك 30 ثانية أول عشر ثواني يظهر لك السؤال من غير أي خيارات إذا جاوبت تأخذ كم؟ 300 تأخذ 300 إذا راحت أول عشر ثواني الكنترول سهلوا لكم يطلعوا لكم الخيارات يبقى عندك 20 ثانية إذا جاوبت تأخذ 200 مضبوط؟ آخر عشر ثواني إذا جاوبت تأخذ 100 ريال وفالكم التوفيق جميعا طبعا بالنسبة للي يطلعون هنا إن شاء الله يتسابقون كالعادة القرعة فنشوف من هو أفضل واحد بكم حظ تمام؟ طيب بسم الله نبدأ القرعة الحين والناظر من هو اللي عندكم تقول والله دائما هذا ما شاء الله حظه الأما قال وين ما يفتح ما شاء الله متموجهه من هو؟ صدق يعني قد صار لك موقف كذا ما شاء الله ساقت لك نبه أقول ما شاء الله حظك ساقت لك كذا ولا الشباب يتهمونك بس والله هذا من النوع اللي يفوز في المسابقات حق الأسوار هذا إيه فهد أول يوم تعرفنا عليه قال أنا قارئ 1300 كتاب على 200 كتاب عن التاريخ وعن القصص الطيبة وعن كل شيء متثقف فكانت عندنا محاضرة فواحد من المحاضرين قال أهدي مثلا كتاب معين فطلع سبحان الله من نصيبه ما شاء الله تبارك الله يعني بالاسم قال اختار رقم 17 أجل بعد البرنامج سرأي شراك معك من الحين استاهل هذا عندنا واحد من أخويانا ما شاء الله تبارك الله الرقم ترى الرقم فيه مبالغة يمكن خميس فديتها خانة التعبير الرقم أقل من ذلك بكثير لازم يمكنه يعني أكثر بعد الله يسلم لا أقل من ذلك بكثير لازم نطلعين الشاشات الله يعمرك من أصحابي ما شاء الله تبارك الله حظوا على قولتهم يكسر الحصى ما شاء الله الدرجة قسما بالله أن نكتب أحيانا اسمه أنا رايح مثلا لمكان معين أدق عليه أبو فلان ترى أبي أشارك باسمك أبد والله ما شاء الله تبارك الله تسوق معه أي والله ما شاء الله تبارك الله أما بالنسبة لي أنا والله لو الحالي ما أتوقع أنها لما قال في تفنى والله مثل واحد إن عرفه سم بالنسبة أكبر حظ فينا اللي عنده 33 مليون واحد من الشباب الله يعطيه العافية شلون انقصر ما شاء الله أسلم يا فنزور يسلم طبعا عندي سؤال بالنسبة
في سؤال بالنسبة هل الشخص يتشائم أو هل واحد يقول والله مثلا أنا حظي مدمور، هل أنه يعتبر من التشاؤم ولا هو متشاؤم؟ تفاؤلوا بالخير تجدوه. الله عليك، تفاؤلوا شيء تفاؤل بالخير تجدوه. تفاؤلوا بالخير تجدوه. طيب مستعدين القلعة الحين؟ يلا الناظر بسم الله. نقول بسم الله. والأسئلة مرة ترى خفيفة وسهلة ولذيذة. يلا بسم الله نبدأ بالقرعة. يلا ونشوف منه أول متسابق معنا في قبل الحلم. ونقول بسم الله. ونقول ستوب. سعيد سعيد. طيب طيب القرعة اللي بعده. يلا شباب بسم الله نمشي. الله يحييك. يلا شوف الثاني بسم الله. ها بسم الله. ونقول ستوب. خميس. يا ما شاء الله يا كم ظهور كم والله اليوم ما شاء الله عليك. ناقص 3 مليون. لا لا طيب. بس بس ليه ناخذ سام. كيف حركة ال طيب بسم الله. وناخذ المتسابق الثالث. ويلا نقول وقف خالد. طيب يا خالد. طيب شباب بس لهنت فضلا وليس امرا ودي بس شوي نعطي الشباب فرصتهم بالمسابقه عشان ما نشوش عليهم لان هذه يعني شيء مصيري يعني. تمام طبعا بنبدا من عندك يا خالد بعدين خميس بعدين بن درعا. بن درعا تمام. طيب جاني دور البحر. يلا ناخذ السؤال الاول وعندك يا خالد السؤال. ويلا يقول السؤال من اي ماده ينسج العنكبوت خيوطه؟ اذا جاوبت خلاص. ها جاوب. طلعت الخيارات الحين 20 ثانيه. القطن. القطني. ماده قطنيه. وناخذ ماده قطنيه ونقول للاسف الاجابه خاطئه ويقول ماده حريريه. تعوض تعوض يا خالد. انتم خوفتوه على تعوض يا خالد. وركز عندك اول طبعا هي 30 ثانيه. اول شيء تجاوب العشر ثواني الاول هذه اذا جاوبت لك 300 ريال وال 20 ثانيه نفس الوضع وعشر ثواني نفس الوضع. يلا اللي بعده يا خميس والسؤال نعم. عندك ويقول السؤال ها يا خميس السؤال يقول ما هي الشاعرة الجاهلية التي لقبت بالشموس؟ الشموس الشاعرة الجاهلية التي لقبت بالشموس. مساعدة صديق ما تمشي. ما تمشي. 16 ثانية يا خميس. 10 ثواني يا خميس. قل بسم الله. خلها عفيرة بنت عباد. عفيرة بنت عبادة. عفيرة أنا أحب له اللعبة. الله عليك. وإجابة صحيحة و100 ريال يا خميس. الله يدلني مثل ما دلك. آمين. بس أنت ما أدري وضعك متغير. 100 ريال يا خميس. يا سعيد السؤال عندك يقول لك السؤال ما هو اسم العملة الموحدة لدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي؟ صوت يا شباب بس 22 ثانية. الين. الين. إجابة الين
اجابتها الين، وللاسف الاجابه اليورو. معوض معوض ما قدر اشرب اليورو يا سعيد. اقول اغشش انا من الصبح، اقول القروش قروش ما قدر اشرب. طيب ان شاء الله تعوض يا سعيد، والسؤال عندك يا خالد، وركز يا خالد زين. والسؤال يقول: ما معنى كلمة الموقوذة في القرآن الكريم؟ الموقوذة، ما معنى كلمة الموقوذة في القرآن الكريم؟ ركز يا خالد. خنقا، الميتة خنقا، الميتة خنقا. الميتة خنقا، جاوب ونشوف الإجابة وشي. للأسف يا خالد الإجابة خاطئة. روق يا خالد، ما نقص، ومعوض خير إن شاء الله. يلا يلا يلا، تقدر توكل. طيب يا خميس، السؤال عندك الثاني. طبعا خميس هو الحين الأعلى رصيدا في القرية، اللي هو 100 ريال. ونقول، يقول السؤال: ما هو اسم المدينة العربية التي يطلق عليها أم الربيعين؟ وين الاختيارات؟ الحين طلعت الاختيارات، 20 ثانية. أم الربيعين، ها؟ أم الربيعين، 10 ثواني. أنا أشوف خير الأمور وسطها، أقول الموصل. يقول الموصل، ونشوف الإجابة. ولونها يمكن. والإجابة صحيحة. ما شاء الله عليك يا خميس. تدري 100 ريال سم. تدري يوم شفت البصره رحت ذكرت هذاك الموال القديم اللي يقول راح للبصره، قلت لا خلني على الموصل، وخير الامور وسطها. خير الامور وسطها يعني. طيب خميس اجابه صحيحه و100 ريال. والحين السؤال عندك يا سعيد، ويقول السؤال: كم عدد صور جزء تبارك؟ الخيارات ظهرت عندك: 15 ثانية، 12 صورة. ونشوف الإجابة. تبغي نفسي وسطي، ها؟ ونقول للأسف الإجابة خاطئة، ومعوض خير. الإجابة الصحيحة هي 11 صورة. راحت. طيب السؤال الأخير عندك يا خالد، وركز. يلا يا خالد ركز. يلا 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 خالد، ريلاكس. لا لا ما عليك، مو طيبة. خذ نفس عميق، نفس عميق. يلا بسم الله. السؤال يقول: من أول من عرف فانوس رمضان؟ أو من عرف؟ الله يوفقك، لأنك أكثر إنسان تدعي لي. الله يوفقك والله، يدعي لي دوم يدعي. أول من عرف خميس. مصر. مصر، والإجابة نشوف. الله عليك، وامدحوك لك، شوف الدعوه. الاجابه صحيحه و200 ريال عندك يا خالد. والسؤال، انا ليش 100 100 وهم 200 على طول؟ طيب معلش نشرح من جديد مره ثانيه وثالثه ورابعه. هي 30 ثانيه. حلو. اذا جاوبت اول 10 ثواني حلو تاخذ 300 مره واحده. انا كنت متاخر الجواب. انت تجاوب بالعشر الثواني الاخيره. اذا جاوبت، لانه بعد 10 ثواني تطلع الخيارات تقل القيمة، بعد 10 ثواني الثالثة حلو تصير 100 ريال. مع اني دعيت الاستاذ، المفروض ان نص الجائزة تغاصب. يدعي لك هو والله ياسر من دعاو. طيب السؤال عندك يا خميس، وركز. يلا. ويقول السؤال: كم عدد عيون الماء التي فجرتها عصا موسى عليه السلام؟ قبل الجواب 12 عين. الله عليك، 12 عين، والإجابة صحيحة، و300 ريال عندك يا خميس. ما شاء الله تبارك الله. سعيد يا سعيد، برضو نفس عميق يا سعيد. عنده هبوط من لك الماكل، فاعذروه، انا كنت معاه الظهر اليوم في نفس. وقل بسم الله وتوكل على الله. والسؤال يقول: من اول ما او ما اول منازل الاخره؟ القبر. القبر، والاجابه صحيحه. الله عليك يا سعيد، ان الله جمني. طبعا 200 ريال عندك يا خالد.
500 ما شاء الله تبارك الله. عندك يا خميس 300 ريال، عندك يا سعيد. طبعا اليوم خلصنا مسابقة، إن شاء الله بكرة ناخذ ثلاثة ثانيين إلين إن شاء الله آخر الأيام بإذن الله. سم الأسئلة صعبة؟ شكرا. الأسئلة صعبة يا أخي، أول منازل الآخرة. ان شاء الله اذا ما حلفوا من الحظ هالموسم بيحلفوا في الموسم القادم ان شاء الله. موضوع ما انتهى، لسه انا المدرب لازال امامكم والمحاولات كثيره والفرص اول اتصال جاني في مكتبتي كنت اشتغل على نفسي، كنت رايح لمشوار، رحت لمشوار ثاني ما لي علاقه فيه. توي صح يكونون ان شاء الله كنت راقب يحضرون الموسم القادم من اقدر واجدر ان شاء الله المشاركه. انا اقول لهم يعني مع الوالده طوروا ادواتكم وقتها كنت بنام حلفكم الفرصه السنه القادمه والله يوفقنا وياه والله الخيره فيما اختاره الله ان شاء الله ويقدر ان شاء الله يستعد ويشتغل على نفسه ان شاء الله في كفري في الامارات القادمه. اول مره راح على الصامت كان معي ولد عمي الله كنت في قدم على زيد رصيدك اربع جاني في هذه بنقطه المغرب والله لما الحمد لله اتصال قبول يعني ما وقفت على المره الاولى قدمت انجاز عظيم ما حالفني الحظ الثاني وان شاء الله هذا الحمد لله فجعت المره الرابعه فجعت بدنا نستوعب ان شاء الله التوفيق في تحدي جديد في مواقف جديده في عالم جديد في شيء جديد كذا حيصير في حياتي ما له حد. إذا الله ما وفقك في زد رصيدك ممكن صغير. تتوفق في مجال ثاني والله يوفقك. أوكي يلا فما أول شيء خلصت تلف على قال شوي لقيت نفسي ما أسأل الله التوفيق للشباب اللي انقبلوا وللشباب اللي ما انقبلوا ما ينتهي المطاف في حماس إن شاء الله يقدمون شوي قلت يقبلوني هو قال طيب أنا رصيدك ما راح يوقف عندك تسع وعندك عشر وعندك برامج غير جاني شعور طاقة وشعور يشعر بها اي واحد ممكن تتحول حياته او ينتقل من مرحله لمرحله افخم وافضل. تلقيت خبر قبولي في زد رصيدك 8 وانا وقتها في الدوام كانت الساعه 2 الظهر وللامانه كان يعني خالجني شعورين مختلفين بين فرحه القبول ومسؤوليه الظهور امام الناس بالشكل اللائق. كان شعور جميل بصراحه وانا خارج من الدوام كان الله يحدث بعد ذلك كنت انا مع الوالده اي شيء كتب لك الله عمره قول الحمد لله على كل حال في المقبلات وهذه دخلتهم بروح ضحكت وصحت على صوتي فالوالده استغربت عندهم اداء جدا عالي لكن ما وفق في لحظه الاداء صالح صالح كنت اركض وراه قبل اربع سنين قالت خير ان شاء الله يوقف عند هالنقطه اكيد قناه بدايه قبلوني ان شاء الله ما راح من الاخر ان شاء الله يجي القبول باذن الله. كنت نايم طبعا كنت بالاستديو اسجل عملي فعليا كنت نايم طالع قادمه قريبه ان شاء الله عمل من عند المكتب متجه الى البيت يمكن راجع من الدوام وقت الظهر وقاعد تقدم على امور كثير كان تقريبا نهايه الظهر تو راجع من الدوام رقم مميز والله انها يعني دقيت عليها جدا رائع اللي قدم بدايه في مجالات ذاك اليوم وهذه كانت عندي اعمال كثيره اسجلها الله التوفيق لهم وبإذن الله معهم طبعا على طول ركب على الوالده وكان فرح شديد جدا رجعت اتصلت قالوا لي تم قبولك في البرنامج اشتغل الفرصه راح تجيك متى ما تجيك خليك مستعد اول ما قلت شوفوا ان شاء الله في قناه بدايه مره انه راح نقدم لكم الشيء اللي جملنا بعيونكم والله يجعلنا قد الثقه هذا اللي بنقوله اوعد الجمهور صراحه اني اقدم اقصى ما عندي بعد الجمهور انهم راح يشوفون احمد ببساطته وبحسه الفكاهي البسيط
كذلك راح يكون على طبيعته. أوعد نفسي إن شاء الله أني أقدم الشيء اللي يقدمني بشكل أجمل وأكمل أمام المشاهدين. شكرا لهم من أعماق قلبي، وإن شاء الله أني بكون قد الثقة بإذن الله. كل الشكر الجزيل لهم على ثقتهم فيني، وإن شاء الله نكون قد على قد الثقة وقد الرهان بإذن الله وقد التحدي. أقول لهم إن شاء الله أن نقدم أول شيء ما يرضي الله ثم يرضي الجمهور ويرضي أنفسنا. أقول بإذن الله نكون لنا حسن الظن. بإذن الله راح تشوفون نمر في أحسن صورة في القرية، راح يقدم اللي عليه والباقي على الله بإذن الله. راح تشوفون بدر بوجهه الجديد إن شاء الله، وبالفعاليات ومسابقات داخل القرية بإذن الله. أدعو الله وأسأله أن الله يجعلني قد هذه الثقة التي حملتها لأداء رسالة بإذن الله أن تكون سامية. اللي بقوله أنه نقطة الحبر في سطل الموية ممكن تغير لون الموية كلها، فالأفكار البسيطة اللي ممكن يقدمها عبد الله هي اللي فعلا ممكن تساعد المشاهدين انهم فعلا غيروا حياتهم وغير حياتنا كلنا. نقول الله يبيض وجهكم، وان شاء الله ذا النسخه نسخه استثنائيه، لا من ناحيه الشعراء، لا من ناحيه المقدمين، لا من ناحيه المشاهدين، الكادر كامل في ذا النسخه ان شاء الله نسخه استثنائيه. ما دام اللجنه والاداره وثقوا فيني ابشروا بالسعد والله، ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله ان شاء الله باذن الله الاول ان شاء الله بنصيبي باذن الله. باذن الله انا اوعدهم ان اكون عند حسن ظنهم، وأن أقدم ما يليق بشاشة بداية وجمهور بداية. أقول لهم اللي هم يقولون لي بعد المسألة الثقة، الله يجملنا بعينهم مثل ما هم مجملين بعيوننا. الشيء الأجمل من الموضوع إن شاء الله أنه نكسب ثقتنا بنفسنا قبل لا نكسب ثقتهم، دام وصلت الحاجتين هذه مع بعضها فحنا بإذن الله راح نوصل القوة. شكرا شكرا شكرا، بإذن الله أن نكون عند حسن ظنكم، والله يقدرنا يا رب. قول الله يجعلنا أول شيء عند حسن الظن اللجنة والإدارة والجمهور اللي بيتابعنا إن شاء الله من خلف الشاشات، وإن نقدم الشيء الجميل. أمانة شفت عمل جبار أسعدني، وجدت نفسي بإذن الله بإذن الله أنه راح تكون نقطة تحول هالقناة فعلية وليست مصطنعة. الله يجعلنا عند حسن الظن إن شاء الله، وإن شاء الله نقدم كل ما عندنا بإذن الله. أقول الله يجعلنا إن شاء الله عند حسن ظنهم إن شاء الله، وإن شاء الله أن نمثل أنفسنا ونمثل القناة ونمثل الوطن إن شاء الله خير تمثيل بإذن الله سبحانه. فالكم السعد، وحنا توكلنا على الله قبل كل شيء، ومن توكل على الله الله دبره إن شاء الله، وابشروا بالسعد. أقول إن الحمل ثقيل، ومهما قدمت بكون مقصر، وأنا أوعدكم بإذن الله أني أقدم كل ما أملك في هذه النسخة. كانت المنافسة شرسة جدا، فلما كنت أنا مرشح من المقدمين كلهم اللي دخلوا التصفيات كنت جدا جدا مبسوط، هذا شيء يعني أسعدني جدا أني كنت أحد الثلاثين اللي اختارتهم اللجنة من بين المجموعة القوية صراحة اللي شفناها في التصفيات. كانت مرة في جائزة على مستوى الطائف ومستوى مكة المكرمة عامة وخذيت فيها الثاني، وهذا إنجاز. طلعنا كم كان عمرك وقتها؟ كنت في أولى ثانوي، لأني ثاني ثانوي اتجهت للإعلام على بداية الشيلات، وشاركنا في أحد المسابقات الثقافية ولله الحمد، وصلت لمرحلة ما قبل النهاية، وعقبها على الدزة إلين ما أنا عليه ذا الحين. الله يوفقك إن شاء الله. هذه البداية. الله. نبي الحريقة، نبي الحريقة، وش هي؟ حريقة اللي يقول يا أخي والله صوت. والله إني ناسي يعني. والله إني شيلة طيب. والله إني ناسي. محمد إيه يقول غموضك الواجد، تغرودة على ما قال أخوي حاتم الشيري، غموضك الواجد معي يدبل الكبد وطعم المحبة بيننا صار حامض، ترى الغموض أحيان له سر في البعد، لذا معي بالذات لا تصير. أبو محمد لبيك يوم قلت الغريف إيه أساس تعرفون كلنا في بيئة واحد ومجتمع واحد، نحن عندنا منطقة بعد في الإمارات اسمها الغريف، نفس اسم المنطقة اللي فيها أنا بعد واحد الشيخ محمد بن راشد الله يحفظه المكتوب،
لها ابيات يقول فيها عسى دياره يود همال تروي فيويه والمطايح سحل غريف وروس ليبال والساد ورمال مناويح عم الوطن من سح ورمال اشهور وايام مراويح. هذا على طاري منطقتهم اللي هي الغريف نفس الاسم. الحين جبت انت بيتين في الغريف، انا بعد بجيب بيتين في الغريف. يا سلام منطقه من حقك. كلمني واحد من الشباب يوم كلمني قال حنا علينا امطار، وحنا طبعا الدير هناك يجيها الامطار في الصيف استاهلوا، احنا في الرياض شاوينا الحر شوي. كلمني قال يا اخوي حنا ممطورين والديره عندنا ممطوره، وكنت وقتها مشغول في الرياض ما اقدر اني اسافر للديره. قلت ان شاء الله انا بتجينا بيجي اليوم اللي بفضى فيه وبجيكم بالديره. قال لا حتى لو ما تجينا ارسلنا بيتين. يا سلام. قلت عسى نصوب اللي الباركها عسى نصوب اللي الباركها رفيف غطت على شمس العصير بثوبها. عسى نصوب الليل بارقها رفيف غطت على شمس العصير بثوبها. لاستاقها النسناس لا ود الغريف تنفض على ود الغريف جيوبها. خلونا في الغريف كلها. أهل الغريف ونعم المداري قبل سنة أكرمونا خير كرامة وفي كل ديرة حق قام رجالة، بس والله أني أحب المدارية محبة خاصة. أنا وياكم من الروح نبي بداية أبو فهران دائما بدايات أهل الجنوب تجيك لطيفة جدا. خلي اللي عنده مشاركة يقولها، بس عشان البدايات ممكن تأخذ الوقت أكثر. عطنا مشاركة مشاركة. لا 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 نبي البداية والله البداية. هذا بس بتأخذ الوقت. احنا اللي أحبه ولا عمري يجي. يعني أنت تسكن أنا أسلم أسلم يا ابن فهران. ما دريت يشلغون دلعين. أبي بدايتك كيف بديت يا ابن فهران على الإنشاط الإعلام؟ الوالد يا طويل العمر والسلامة عندي شاعر معروف وصاحب صوت. نعم معروف. نعم قصيدة مطاربها. نعم صاحب مطاربها حجز وكد رحيله. نعم في شاعر وعمرك يا حبيبي الله يرزقك بره. يلا يا رب. ف هو اللي ساعدني يمكن وانا عمري وانا في ثاني ابتدائي كنت 9 سنوات أو 8 سنوات قبل كم 37 سنه صح؟ لا يا اخي واحد الله يمكن باقي قبل قبل 8 سنوات. نعم 8 سنوات الله وجهك. 8 سنوات فالرجال كان فيه مشاركه في الجنادريه ورحت معه انا ذاك اليوم. رحت معه والرجال يشل بالصوت معي. قال يا ولدي شل بالصوت. ما قد سويتها قبل كذا. والله بشل أول مرة والله ما قد نسيتها. والله قد نسيتها والله قد نسيتها. هي طبعا لعب شهري. إيه لعب شهري يا أخي أحب أنا. فهو مسؤول عن يعني ما هو مسؤول يعني فاهم في التراث والألوان وخبرة تلعب. نعم شليت معه انبسط. قال بسم الله عليك. والله انت بسيط. والله انك ولدي. اي والله. فاقعد امسكه من بيشه الى الرياض وانا لا 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 قال اسكت ترى قاعد عشره. خلاص اقول لك خلاص. من ذاك الوقت شاركت مره من المرات في زواج واحد من اقاربنا امام الملا عندنا طبعا اللعب الشهري صفين يتواجهون وتشل. شاركت فيها الا والله اني يا ربي لك الحمد الا في قبول. قلت يا ربي لك الحمد. انفك شيلات طبعا مقبول يا ابو الا والله ان الله يسعدك الله يطول عمرك. الناس مع لعب شهري. لعب شهري ان الحان واجد الله على خشمي والله ابشر. اليوم اللعب شهري عطنا فهد في اللعبه في فهد. تبغى فهد؟ ما في فهد في ابو فهد. لا عيش عيش دخل فهد. فهد اي صادق علي ابو علي 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 ابو عبد الله. ايش هيك لخبطت انت وانت صاحبي؟ طبعا الوالد الله يطول في عمره اللهم تعبان عنده المراره وانفجرت عليه. اي والله ويسوون له الان غسيل كذا. نعم
اسال الله ان الله ينزل عليه العفو والعافيه. اي والله تكفون ادعوا له. الله يشفيه يا جماعه. ولد عمي بعد مثل حاتم يغسل الكلى والله صار. لا لا ما يغسل الكلى الوالد عنده المراره فقعد بس ينظفون حول المراره. الله يشفيه. الله يشفيه. يا الله يا رب. حسبي انا انصدمت والله انتشرت الحين غسيل الكلى والله العظيم بين الشباب الصغير. هذا عاده صغير ما وصل والله. المهم خدت ابويا معي اللهم امين طبعا تلو في المستشفى طلع معي وفيه ناس من الشباب يا اخي ما كمل مجتمعين في سمره كذا وهي جالس انه قدامي يا ولد فطري في بالي قصيده قلت يا ولد والله بشلفها لا لا قصيده من عندي انا إن تراني اركب بس يلا يلا هي قلت لا 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 ساكن بها وحدة من عيون ربها الدنيا والاحباب وما عين اليمين يا لبو يا ساكن بها لا 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 والاحباب وحدة من عيون ربها الدنيا والاحباب وما عين اليمين يا لبو يا ساكن بها وزيد والله اني احب امي العاون وسلامتكم من درعان ونعم الناس اللي تجي لامي تقول والله انا ابغى احط اسمي معك فعلا اول ما بديت جالي لمي واحد قال التصوير المونتاج التجهيز كله عندي الاعداد يقول انا مالي بالاعداد هذا تخصصكم وجالك انت تشتغل عليه فعلا انا اشتغل على اعداد الماده اللي بقولها والتقديم خلاص انت الموضوع لكن انا اريح حالي خلاص المونتاج خاصه بالغالب المونتاج إذا بتطلع بنتيجة حلوة يحتاج واحد متخصص والمتخصص هذا يبغى له من الساعتين للثلاث ساعات إذا كان متواصل جربت إن أنا أسوي كل حاجة بنفسي أنا أصور وأعد ومدري إيش ومنتج وأسوي كل شيء بنفسي وجربت إنه أنا بس أعد وأقدم وفي شباب معي يصوروا ويمنتجوا عشان يطلع العمل احترافي إيه وتحتاج الفرق هذه لأن خلاص في التصوير خلاص كل تركيزك في التصوير وبأجهزته وبأدواته إن تركيزك على الإعداد والتقديم هنا مرة تقدر تطلع بحاجة مرة ما دبترية بس ما أدري أنا عن نفسي صراحة لازم تلقف هنا ولازم تلقف في المونتاج لازم أكون يعني عارف في الأخير تحتاج إنك أنت تكون مدير لأنه في بالك بيخرج في لأنه في بالك فكرة لأنه بالك فكرة وفي الأخير أنت بيطلع باسمك تحتاج التكامل هذا لما تكون في برنامج أو في شيء احترافي بس إذا في حاجة باسمك قناتك الشخصية على يوتيوب حسابك الشخصي على إنستغرام في الأخير راح تحتاج تلقف هنا وهنا 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 عشان تخرج فمن الجيد يكون عندك الشمولية هذه في المهارات تعرف هنا وهنا وهنا وبعدين من الافضل انك توكل كل احد مهمته في مصور ايوه خلاص انت صور يا حبيبي كذا تريح نفسك وتقدر تركز على الاعداد بس في طريقه ثانيه انا الحين معد الفقره ومجهز كل شيء والامور كلها تمام انا اجلس مع الفريق قبل واقول لهم يا جماعه الخير انا طريقتي كذا 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 ندرس الفكره اذا كان في فكره في دراما او في نوع معين نطرح الفكره كل واحد يطرح اللي عنده بعضهم يكون عنده فكر يعني فاهم الانتاج فاهم الاشياء هذه كلها نحدد النقاط نختار افضلها خلاص نعتمد متى موعدنا الساعه الفلانيه خلاص انا عندي هذا الرجال عنده الكاميرات بعد ما يخلص عنده اخذ فكره وش نبي نسوي اذا كان في تعديل بعدين الو وش رايك نعدل على الفكره هذه نطرحها وناخذ ونعطي والله فكره انتهينا نراجع مضبوطه انشر مين مضبوط عدل 1 2 3 ممتاز اساس العمل الاحترافي اللي هو تلفزيوني او حتى على المواقع التواصل الاجتماعي بس يكون حاجه احترافيه باسم مؤسسه ايوه هذه الطريقه جدا ممتازه ولازم هذا الشيء اللي يصير ون مان شو على قولهم هذا ما ينجح واحد يسوي كل شيء ما ينجح ابدا بس انا لسه مؤمن والله انه اي واحد سواء على اليوتيوب او على مواقع التواصل الاجتماعي بيصنع حاجه والله يحتاج انه يكون عارف كل شيء عشان اذا يوم انزنكت وما عندك فلوس عشان تجيب مصور ومنتج خلاص انت قدك تعرف تصور وتمنتج طبيعي بس هذا ايه. غالبا تكون في البدايات لانه انت قاعد الان ايه ايه. تسقل نفسك خلاص اذا وصلت لدرجه معينه من سواء الاحترافيه من يعني تقدمت انت كانوا قاعد تقول للناس نفسه من بيشتغل معي صح طبيعي صح. اني القى شريك بس الا انا يعني مصداق لكلامك كمان يا ابو ميان في شباب اليوم موجودين يعني عندهم ملايين المشتركين
بيجيبوا اعلانات وبيجيبوا فلوس يعني بالهبل على المحتوى حقهم، وفوق كذا هم بيسوي كل حاجه، هو بيعد وبيطلع وبيسافر ومنتج ويصور ويسوي كل شيء، وجهز هذا شيء مره مره ممتاز يعني. طيب سؤال معلش، وهذا الشيء يعني حتى على المدى يعني اذا تبغاه كمان من ناحيه فلوس توفر عليك فلوس، انت ما تحتاج تدفع تكاليف، ما تحتاج تسافر وتدفع تذكره الواحد يصور معك، انت معك كاميرتك. اذا فكرت فيها كذا تلاقي ايوه لا والله الموضوع بيصير يعني ترى مو دايم، احيانا يجي هذولا يطرح هو نفسه يقول لك تعال خذ هذه امكانياتي هذه طاقتي بس ابغاك الله يعطيك العافيه اسمي، لانه قاعد يسوق ترى النشاط ومدري طبعا 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 يا سلام عليك. في بعضهم انا يعني اشتغلت مع كذا شخص يجي لم يقول ترى ما بشيء بس الله يعطيك العافيه اسمي، تصوير ومونتاج اخراج مساعد فلان ابغى الاسم وحقه يعني من يا سلام عليك، كانه قاعد يقول للناس ترى انا سي في، انا اشتغلت مع فلان اشتغلت مع فلان اشتغلت مع فلان صراحه، حتى لو كانت امكانياتي قليله شوي لكنه مرضو يسجلها في دفتر والله انا من, من من احسن الاشياء اللي ممكن تصير، وهذا كمان نقطه مره مهمه، انه تلاقي فعلا الناس مؤمنين فيك مؤمنين بالمحتوى اللي انت قاعد تسويه، يقول يلا حنا معك اللي يبغى اسم، حتى والله بعضهم يقول لك لا تحط اسمي ولا شيء بس انا ابغى ادعمك بانك انك بدأت. يا سلام، فهو اذا انت عندك محتوى نظيف والله حيجوك يا سلام. الناس يا مال القناه والوجه لا تحلم على ابو الجهاز تكفى يا رجل يا اخي الله يكثر خير المعازيم. تفضل تفضل اللي جنبي انا بضبط يا شيخ. Zid rasidik, zid rasidik, zid rasidik.